الاهلي ينتصر والزمالك يمتع وبيراميدز يكتسح والدوري حلو حلو قوي النهارده الاهلي قدر يتخطى احزانه وكسب مباراه صعوبتها في ظروفها علشان يحافظ على مكانه في المنافسه والزمالك لسه بيمتع جماهيره بكره حلوه واداء فردي وجماعي كبير والفضل الاول طبعا لبريرا وبيراميدز بيرفع ايده وبيقول للكل انا هنا انا في المنافسه وبقوه، فوز كبير على الدراويش مع فوقان واضح لعبد الله السعيد ورمضان صبحي. المنافسه على اللقب الموسم ده منافسه ممتعه جدا والحظوظ بين الثلاثه متساويه حتى مع فارق النقاط. ضغط المباريات كبير والغيابات كبيره بس ده على الكل وهيكسب في الاخر اللي عرف يعمل فريق وعرف يتخطى الظروف ويلعب بامكانيات لعبته صح. يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم عشره اليوم يوم حلو في الدوري اليوم يوم انتصارات في الدوري للثلاث فرق اللي بتتنافس على لقب الدوري الممتاز الحلو في الموضوع ان المنافسه شغاله بين الثلاثه بقالنا كتير قوي ما شفناش منافسه ثلاثيه على لقب الدوري يشكر بيراميدز انه دخل ثالث مع الاهلي والزمالك ويشكر الاهلي والزمالك ان هم محافظين على المنافسه بينهم حتى هذه اللحظه مفيش فريق فارق عن التاني كتير مفيش فريق نط بالنقط كتير مفيش فريق بعد بالصدارة كتير المنافسة دي بالنسبة للمتابعين المحايدين اللي شايفين الكل بيلعب في الدوري والمنافسة حلوة تبقى حلوة هي بس هتبقى بالنسبة للمشجع الأهلي مش حلوة ومشجع الزواج مش حلوة أه بنامتس طبعا أه بينافس وبيحاول ويجتهد مع فريقين عندهم جماهيريه كبيره هما الاهلي و الزمالك، احنا بالنسبة لنا المتابعين من بعيد كله حلو. المنافسة حلوة، المنافسة ممتعة. تعالوا الأول ناخد آخر مباراة النهاردة. آخر مباراة النهاردة كانت مباراة الزمالك وسموحة والزمالك فاز فاز على سموحة 2-0. شوط أول كان رائع جدا للزمالك وشوط تاني أيضا كان جيد جدا حتى لو سموحة حاول في الشوط التاني بعض الشيء حتى مع طرد عبد الكبير الوادي في الشوط التاني. هدف أول ليه؟ زيزو هدف رائع من زيزو هدف جميل من زيزو قبلها على طول كان في كره في العرضة وخبطت في دراع عمر صلاح وكان ممكن تخش المرمى كره ثابته رائعه جدا من زيزو هكلمكم كتير قوي النهارده على زيزو بس الهدف ده هدف كان رائع جدا في الدقيقه 34 عشان يتقدم الزمالك بالهدف الاول هدف زي ما قلت لكم من الاهداف الجميله الرائعه جدا وبعد كده الزمالك دخل الشوط الثاني بنفس الاداء المميز عشان يقدر سيف الدين الجزيري يسجل هدف الثاني بس خلونا نستمتع اكتر بهدف زيزو وامكانيات زيزو وروعه زيزو هدف سيف الجزيري ايضا هدف في كل مهارات الكورة مراوغة وسرعة وتسديد رائع كل شيء رائع في الهدف الثاني هدفين حلوين قوي بصراحة هدفين الزمالك النهاردة كانوا حلوين قوي من الأهداف الجميلة الممتعة سيف الدين الجزيري عاد لمستواه عاد للتألق تاني مع جوزفالدو فيريرا هتكلم النهارده كتير عن فيريرا هتكلم كتير عن احمد سيد زيزو تحديدا يعني طيب تعالوا نبدا بفريرا بعد كده اخش لكم احمد سيد زيزو عشان فيه فيه آه 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 في تصريح في اراء في صدري لاحمد سيد زيزو مهمه جدا او اعتقد انها مهمه جدا يعني الاول فيريرا فريرا استلم الزمالك في ظروف في منتهى الصعوبه، في منتهى الصعوبه. فريق بيخسر في بطوله افريقيا، فريق موقفه مش جيد في الدوري وعنده نتائج سلبيه، فريق عنده اصابات، فريق ما عندوش قيد، فريق عنده لاعبين مش عايزين يجددوا عقودهم، فريق يعني بص في مرحله في منتهى السوء. مفيش بعد كده ظروف سيئه. هو اصلا لو ما عملش حاجه الموسم ده ما كانش ينفع حد يحاسبه اصلا بالمناسبه يعني وكان الكل اداله العذر انا فاكر كويس انا انا شخصيا وكل زمايلي كان كل ما الزمالك يخسر مباراه مع كارتيرون كنا بنطلع نقول ما هو غصب عنه برضه ما هو الزمالك فرقه الفرقه مش كامله الفرقه عندها فترتين قيد مش موجودين الفرقه عندها اصابات كتير اللعيبه ما بتحبش الفريق ومش عايزه تجدد في تفاصيل كتيرة أو مباريات كتيرة كانت منطقية وكنا بنقولها وقت كارتيرون الراجل ده عشان هو مدرب كبير عشان هو مدرب محترم عشان هو مدرب مش بتاع أعذار عشان هو مدرب ما بيبحث عن مبررات يشتغل مع كل الظروف الصعبة دي وحتى هذه اللحظة ناجح نجاح باهر يفوز بكأس مصر يتصدر الدوري الممتاز يقدم مباريات كبيرة وبأداء رائع عنده نص ملعب بالكامل مش موجود، النهارده التلاتة اللي بيلعبوا في وسط ملعب نادي الزمالك مش بيلعبوا في مركزهم. تتكلم في اسلام جابر محمد عبد الغني وسيد عبد الله نيمار، التلاتة ما بيلعبوش في وسط الملعب. التلاتة ما بيلعبوش في وسط الملعب. والتلاتة النهارده عملوا مباراة كبيرة جدا ورائعة جدا في وسط ملعب الزمالك، ده الزمالك لما كان بيغيب عنه طريق حامد لاعب واحد كنت تقول الزمالك هيخسر النهارده. لا لا الزمالك ما يقدرش يعوض طريق حامد بأي لاعب آخر. النهارده كان اختبار حقيقي. ماذا سيفعل الزمالك دون أشرف بن شرقي؟ أفضل لاعبي الفريق. هيعمل إيه الزمالك من غير أشرف بن شرقي؟ هيعمل اللي بيعمله على طول هيكسب. هيعمل اللي بيعمله على طول هيقدم أداء كويس. ليه؟ عشان في مدرب على الدكة. أنا من الناس اللي عكس كثير من الناس اللي بيقولوا إن اللاعبين أهم حاجة في المنظومة. آسف المدرب المدير المدير عارف أنت كده لما تبقى مثلاً حضرتك مدير في شركة ولا في مؤسسة ولا في أي شيء وعندك موظفين رائعين بس أنت مش مدير جيد الشركة هتقع حتى لو عندك لاعبين رائعين. بس لو انت مدير جيد وعندك موظفين مش جيدين هتعرف تطورهم وهتعرف تخليهم يأدوا بشكل كويس في وظيفتهم فهتنجحوا. دايما المدير فأنت لو هتقول لي اللعيبه عليها 70% والمدرب عليه 30% أقول لك آسف. المدرب 70% واللاعبين 30% في كثير من الأحيان. على فكره أنا كنت بقول الكلمتين دول وقت مانويل جوزيه. لما كان بيدرب الاهلي اه كان معاه لاعبين رائعين بس ما حدش كان بيفكر ان هو اللي خلاهم لاعبين رائعين هو اللي خلاهم مميزين هو اللي خلاهم يلعبوا كويس نفس اللاعبين دول لو كانوا مع مدرب تاني كان ممكن ما يقدوش كويس في تفاصيل مهمه بيعملها فيريرا دلوقتي هي تفاصيل اقرب للمستحيل الظروف في منتهى الصعوبه على مستوى تشكيله الزمالك في منتهى الصعوبة كل المراكز في الزمالك فيها نقصان ما عدا مركز الباك ليفت يعني بصراحة مركز الباك ليفت النهاردة يعني أنت عندك أحمد فتوح بيلعب وعبد الله جمعة وعبد الشافي قاعدين على الدكة باقي المراكز كلها فيها مشاكل فيها مشاكل فيها نقصان مش طبيعي أنت طول الوقت عندك تشكيلة اضطرارية في الزمالك والتشكيلة الاضطرارية دي دايما بتنجح حط أي لاعب في أي مكان بينجح ليه؟ عشان في مدرب وفي لاعبين في الملعب بيلتزموا، وفي لاعبين جاهزين بدنيا وفنيا. فتحيه لفرير. واحد. اثنين احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو، والكلمتين دول مش عشان الأداء اللي عمله النهارده، مش الأداء الرائع اللي عمله النهارده في مباراة سموحة. أنا هتكلم على نموذج للاعب مصري. مش بس اللاعب اللي نادي الزمالك. لاعب بدنيا في رأيي هو أفضل لاعب بدنيا في مصر على المستوى الجسدي على المستوى التدريبات البدنية وتفاصيل كثيرة جدا أفضل لاعب على المستوى البدني في مصر لاعب رائع تاني هقول لكم عشان نرجع نكمل من الأول أحمد سيد زيزو بدنيا هو اللاعب الأبرز في مصر على المستوى البدني محافظ على نفسه محافظ على لياقته محافظ على تدريباته فعشان كده هتلاقي اصاباته قليله هتلاقي ضعفه البدني في المباريات تقريبا مش موجود يعني انت هتلاقي احمد سيد زيزو من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره بيلعب بدنيا بشكل كويس جدا دفاعيا وهجوميا هتلعبه كجناح هتلعبه قريب شويه من منطقه الجزاء هتلعبه في وسط الملعب هتلاقيه جاهز بدنيا طول الوقت مش بس كده بيصوب على المرمى بشكل كويس، كرات السبت، كرات المتحركه، عرضيات نموذجيه، حتى ضربات الراس في مباراه الاهلي عملها بشكل كويس، كل شيء لاعب شبه متكامل، لاعب نموذج، ليه بقى انا بقول الكلام ده كله على احمد سيد زيزو؟ عشان وقلت ليه في الاول أنه هو نموذج؟ عشان يبقى نموذج. احنا عندنا مشكله كبيرة جدا في كل اللاعبين المصريين على مستوى الحفاظ على النفس على الأمور البدنية نظام المعيشة الأكل والشرب والصحيان بدري والكلام اللطيف ده الكلام ده أنا بأكد لكم هو مليار في المية مليار في المية إن مش موجود عند 99 من لاعبي الكرة المصرية دي بينام متأخر وكذا تدريب متأخر فممكن أنام الساعة 3 وطبعا يعني الدكاترة والناس المتعلقة بالقطاع الطبي فاهمين الكلام ده كويس الساعة ثلاثة حتى لو هتنام الساعة ثلاثة وتنام 8 ساعات بس برضو النوم اللي متأخر ده غلط حتى لو هتنامي 8 ساعات بس برضو النوم ده غلط فهتلاقي عندها لعيبة بتنام ثلاثة أربعة تسهر على الموبايل تسهر على الانستجرام على فيسبوك تلعب بابجي يعني في حاجات غير الكورة بتعملها بتضيع وقت هتلاقي اللعيبة تاكل كبده وسجق وتاكل اكل مش صح خالص ومش اكل ياكلوه رياضيين يعني انا والله بقول لكم الكلام ده وانا متاكد منه مليار في الميه فتلاقي بعد كده لما ينزلوا الملعب يقول لك اصل ضغط المباريات مأثر على اللاعبين اه اه طبعا اعترف ان احنا عندنا برضو ضغط مباريات ما بيحصلش في الكون وده اللي قاله سوارش النهارده في المؤتمر الصحفي ما بيحصلش في الكون كل ثلاث ثلاث ايام مباراه ما بيحصلش حتى في الدوري الانجليزي واللعيبه جاهزه بدنيا ما يحصلش بس ما هي اللعيبه برضه مش بتحافظ على نفسها اللعيبه مش بتحافظ على نفسها مش مقدره النعمه اللي هي فيها فتلاقي اصابات عضليه كتير تلاقي لعيبه وزنها زايد كتير كتير دي امور لازم نحطها في الحسبان في حد يجي يقول لي انا شفت الناس كاتبه على تويتر دلوقتي اه يا عم بس انت هتفضل تقول لي احمد زيزو زيزو لعيب عظيم ولعيب كبير وافضل لاعب في مصر طب ما لما لعب مع المنتخب يعني ما عملش حاجه مين قال اولا كده كده المنتخب بقاله فتره الحاله العامه بتاعه المنتخب كلها سيئه اصلا يعني بس الراجل في مباريات كثيره مع المنتخب كان له دور ودور كبير حتى لو كان بيلعب على فترات في الفترات القليله الماضيه على فترات قليله فاحنا عندنا لعيب مميز لعيب رائع بقول نموذج بعيد عن الزمالك والاهلي والامور الجماهيريه نموذج عشان انا احب اشوف لعيبة الكره المصريه كلهم بنفس النموذج نموذج اوروبي في الحفاظ على النفس في الحفاظ على اللياقه البدنيه مش هتلاقي اصاباته ربنا يحفظه ويحميه ربنا يحفظه ويحميه يا رب هتلاقي دايما اصاباته قليله هتلاقي هبوطه البدني من مباراه لمباراه مش موجود تقريبا لعيب نموذج يعني تحية لأحمد سيد زيزو ويا ريت يبقى نموذج فعلا لكل اللاعبين المصريين. النهارده فيريرا بعد المباراة قبل ما نسيب مباراة الزمالك قال إن احنا أحيانا بتغلب أجواء الفرحة وعدم التركيز لكن احنا بعد آخر مباراة في الكأس ركزنا كويس جدا ودخلنا المباراة النهارده بكامل التركيز قلت للاعبين إن احنا هنلعب مباريات تقيلة جدا الفترة القليلة القادمة والنهارده أدينا مباراة جيدة أمام سموحة وسيطرنا على الكرة وكنا قريبين جدا من مرمى سموحة واستطعنا خلق الكثير من المساحات الشيء الوحيد اللي مش محتاجه دلوقتي هو الإصابات أو الإيقافات آه وده إن شاء الله اللي هنشتغل عليه الفترة اللي جاية لعبنا وقال كمان إن احنا لعبنا بنظام مختلف واعتمدنا على اللاعبين الشباب والفرق الأخرى بتمتلك أكثر آه لاعبين جاهزية إحنا ما عندناش لاعبين كتير جاهزين للمشاركه واشاد بشكبالة كثيرا وقال انه كان خيار جيد عشان ابدا بيه المباراه وقال كمان عن بن شرقي انه لاعب صنع تاريخ مع الزمالك وفاز ببطولات كثيره وهو ايضا نقدره كثيرا. قال حياتنا عموما متغيره ولكن لن نستطيع الحديث فقط عن مركز بن شرقي واللاعبون الحاليون هيحاولوا يكونوا بدلاء جيدين ليه في الفتره الجايه. دي تصريحات بريرة أو أبرز تصريحات بريرة في مباراه اليوم تعالوا نروح ليه مباراه النادي الاهلي او قبل ما نروح لمباراه النادي الاهلي تعالوا نروح لتصريحات الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحه وقال ان احنا لعبنا مباراه الزمالك النهارده عشان ناخد الثلاث نقاط وقال كمان زي ما حصل في مباراه الاهلي وقال انه مفيش اي زملكاوي او اهلاوي يقدر او يفكر في التفويت ده تهريج السلام عليكم سلام عليك كفايه بقى يا جماعه الجمله دي كفايه الجمله دي اه برضه في شويه ناس كده يروح بقى إيه الحق عبد الحميد بسوني فما فيش الكلام ده يا جماعه فيش حد بيحب حتى لو عبد الحميد بسوني بيعشق تراب نادي الزمالك مش هيحب نادي الزمالك اكتر من نفسه هو عايز يبقى راجل ناجح وانا قلت الكلام ده ألف مره قبل كده يعني حتى الناس اللي بتقول الكلام ده دي ناس دماغها يعني ما بتفكرش كويس ما بتفكرش كويس طيب قال إن الكلام عن موضوع التفويت ده حديث مباح من كثير من الجماهير المصريه وقال إن الكلام ده عيب إنه يتقال على الأهلي أو الزمالك والجميع على مستوى من الأخلاق والإحترام وقال كمان إنه ما ينفعش أو ما ينفعش يتقال إنه مدرب للأهلي أو مدرب للزمالك ممكن يفوت للأهلي أو للزمالك وقال كفايه تفاهه في الكلام ده بالنسبه لي أبرز حاجه أبرز من أبرز كلام من الأمور الفنيه وخلافه، طيب تعالوا نروح لمباراه الاهلي. النهارده الاهلي فاز على الجونه 2-0، المباراه كانت مقفله شويه، مقفله والامور بدات تتوتر في الاهلي اثناء المباراه، ليه؟ خسران بيراميدز بعدين خسران الزمالك، النهارده انت مش عايز اي تعثر. تيجي ضربه ثابته فاول من ناحيه الشمال تترفع لرامي ربيعه يسجل هدف في الدقيقه 73 عشان المباراه تتحسن للأهل هدف اهو رامي ربيع كان بيحاول على فكره في كل الضربات الثابته بالمناسبه وكان ليه واحده براسيه كويسه برده طلعت فوق العرضة عمل مباراه كبيره رامي ربيعة النهارده وادى بشكل محترم جدا واحد من ابناء النادي الاهلي اللي دايما يلاقيهم النادي الاهلي في المواقف الصعبه هدف براسيه مميزه جدا على يمين الحارس عماد السيد بعد كده مباشره بعد الهدف الاول ضربه جزاء احتسبت لي النادي الاهلي لجا الكابتن ابراهيم نور الدين للفار وعاد واحتسب الهدف او ضربه الجزاء اللي سجل منها النادي الاهلي الهدف الثاني عن طريق علي معلول. في لقطه في لقطه متكرره لقطه متكرره للكابتن ابراهيم نور الدين مش عارف بقى لو هتجيبوا لنا اللقطه بتاعه الكابتن ابراهيم نور الدين وهو راجع من الفار وبيشاور الكره ضربه جزاء بيبقى متحمس قوي الكابتن ابراهيم نور الدين لقطه متكرره بالمناسبه في مباراه الاهلي والزمالك وغيره يعني مش حدش يقول لي انه كان متحمس للاهلي يعني هو بس انا بتكلم على يعني دي حاجه شكليه تماما يعني ولا هي حتى اسقاط يعني بس الكابتن ابراهيم نور عامل ضربه جزاء عارف انت اللي هو فيلم 300 كده ذيز از سبارتا فاهم اللي هو بيبقى متحمس قوي لو جبنا اللقطه هوريها لكم بس هو ادار مباراه الى حد كبير مباراه جيده ومباراه محترمه باستثناء يعني ممكن كوره او كرتين اختلف عليها خبراء التحكيم بمناسبه التحكيم عايزين الفتره الجاية الدنيا تبقى هاديه على قد ما نقدر على قد ما نقدر انا فاهم طبعا انه مع توتر الاهلي وتوتر الزمالك وتوتر بيراميدز كمان في المنافسه فالامور بتبقى فيها عصبيه كثيره ومحدش بيستحمل خطا بس نهدى خلونا نستمتع بالمنافسه خلونا بجد نفرح وننبسط ان احنا عندنا منافسه في الدوري المصري ما تخلوناش ننشغل او نيجي هنا نتكلم على مين اتخانق مع مين ومين عمل ايه ومين اعترض على ايه خلونا نستمتع بس في المقابل في المقابل يعني حكامنا الرائعين الجمال الهايلين ناخد بالنا نركز قوي يعني زي ما بنطلب من لاعبي الفرق اللي بتتنافس او حتى اللي غير بتنافس كله يركز وكله يقدم كره حلوه نطلب من حكامنا ان هم كمان يقدموا اداء تحكيمي محترم وممتع وفي عداله كامله لكل الفرق عشان ما يبقاش في مشاكل تركيز هي تركيز وانا كل مره باكد على دي باكد على دي ألف مره ما اي مساس بنزاهه الحكم المصري انا بقول الكلام ده وانا متاكد مش بقول الكلام ده كلام اعلامي وخلاص انا متاكد مليار في الميه انه ما عندناش حكم في مصر ما عندوش نزاهه كامله بس احيانا بيغيب التركيز احيانا بتبقى فيه اخطاء ما ينفعش تحصل فلو ركزنا هنطلع بالمسابقه بشكل محترم ما نتخانقش وما نعملش مشاكل وما حدش يعترض وما حدش يعمل ازمات عشان منافسة السنه دي سخنه قوي فهي مش مستحمله يعني كل واحد على المساس تعالوا اللقطه بتاعت الكابتن ابراهيم نور الدين زي ما قلت لكم لقطه متكرره كابتن ابراهيم نور الدين وهو رايح بعد ما شاف اللقطه بص بقى بص الحماس حماس شديد جدا بس يا سلام جميل الكابتن ابراهيم نور الدين برضو كل واحد وشخصيته طبعا يعني هي اللقطه على فكره زي ما قلت لكم هي بس لقطه ملفته ولكن ما فيهاش اي حاجه يعني كل واحد واسلوبه كل واحد وشخصيته يعني حماس شديد جدا طيب النهارده البرتغالي ريكاردو سواريش بعد المباراه قال تصريحات في منتهى القوه لكم ملخصها قال ان هو بيشكر كل اللاعبين وقال ان الايام اللي فاتت كانت صعبه على الجميع عشان احنا بنلعب في ظروف قاسيه جدا واحنا ما كناش موافقين هجوميا في الشوط الاول قدام الجونه لكن من الصعب ان احنا نقدم اداء افضل في وسط كل هذه الحكم واحده واحده بتصريحات الراجل ريكاردو سواريز عشان هي تصريحات في منتهى الأهمية. قال أنا المدرب وأنا المسؤول عن هذا الشوط الضعيف بين الشوطين تحدثنا لاستعادة آه الثقة وبفضل اللاعبين ظهرنا بشكل أفضل وقال كمان إن أنا بتفهم ما يطلبه الجمهور وأشكرهم على دعمهم طوال المباراة وقال إن أنا غير سعيد بهذا المستوى أتمنى الأفضل ولكن الواقع صعب للغاية. قال كمان أتحمل مسؤولية الخسارة أمام بيراميدز والزمالك ولكن من يتحمل مسؤوليه الاصابات وقال انه كيف يتم وضع الجدول للعب كل ثلاثه ايام دون راحه لمده اربع سنوات تجديد معانا بس قال ان ده ما بيحصلش في العالم وان المنتخب هيتاثر كذلك تاثر تاثر لو انت مش عارف اهو تاثر قال كمان اتقبل الانتقادات واتحملها ولكن اللاعبين غير قادرين على تحمل الضغط البدني لا نتدرب دائما وانما فقط نقوم بعمليه استشفاء عندما اتعرض للانتقادات فيجب التفكير بذلك الامر ايضا قال كمان لابد من الدفاع عن اللاعبين لان ما يحدث فوق طاقه البشر وقال كمان انه من البدايه حذرت من الاصابات ولكن تحذيري صحيح اخشى من اصابات جديده في المباريات القادمه النهارده الاهلي كان عنده اصابه لعمرو السولاي واصابه لمحمد عبد المنعم والشناوي كمان كان واقع وكريم فؤاد فالامور بالنسبه للاهلي طبعا صعبه جدا قال ان الاهلي نادي كبير وهنا لابد من الفوز او الفوز الكل لديه نفس المفهوم طبعا دي كنت كده عرفت النادي الاهلي ضاع منا لقب مهم ولكن امامنا مباريات عديده ونرغب في استكمال المنافسه على لقب الدوري وقال انه لا وقت لاصلاح الاخطاء ولدينا اصابات في الاجنحه ولا بد ان نقاتل للفوز ولا انظر الى سن اي لاعب من 18 الى 38 عام هذا ليس المعيار القدره على تقديم الاداء المطلوب فقط وده المعيار الوحيد اللي بيشارك باللاعب مع سورش قال ان انا لن اشرك اي لاعب غير قادر على تمثيل الاهلي الاكثر جاهزيه فقط هو من سيشارك وقال ان هو غير اسلوب اللعب عشان ما بيملكش اجنحه النهارده الاهلي لعب بثلاث مدافعين طير كريم فؤاد على اليمين طير علي معلول على الشمال وكانهم اجنحه عشان ما عندوش فعلا اجنحه جاهزين وضع صعب في الاهلي وضع صعب بصراحه ولا يسال عنه سوارش خدوا بالكم انت مدرب جيت استلمت فريق عايز مثلا مثلا تعلمهم طريقه لعب تعلمهم جمل فنيه هتعلمهم امتى ما خدوا بالكم يا جماعه الاهلي النهارده خلص مباراه النهارده اللي هو الايه الحد انا بتكلم على الاهلي والزمالك اي فريق كل كل فريق بلعب دلوقتي بيلعب زي بعض كل ثلاث ايام الاهلي خلص مباراه النهارده بكره الاثنين هيبقى فيه استشفى هيبقى فيه مستشفى مش هيبقى فيه بقى جمل فنيه وحاجات كده يا دوبك اللعيبه ايه تريح عضلاتها التلات هيحط الطريقه اللي هيلعب بيها المباراه اللي هي يوم الاربعاء مفيش يعني انت لو عايز تبدع مفيش مجال للابداع لو عايز تصلح اخطاء مفيش مجال لاصلاح الاخطاء انت بتنزل تلعب وانت ونصيبك ده الواقع على فكره ده الواقع على فكره فالامور بالنسبه لسواريش اكيد صعبه وانا رايي والنصيحة لجميع النادي الاهلي هذا الرجل لا يحاسب على اي شيء هذا الموسم حرام حرام عشان بس ما نكررش اللي حصل مع كارلوس كيروش مع منتخب مصر في الاهلي جميع النادي الاهلي لازم تفهم ان الراجل لسه وبالمناسبه جميع النادي الاهلي في لفته رائعه جدا شجعت سوارش النهارده وهو داخل المباراه شجعته وسندته ودعمته والنهارده لاعبي النادي الاهلي مع لاعبي الجونه عملوا لقطه عظيمه جدا مع محمد الشناوي عملوا له ممر شرفي بمناسبه فوزه بجائزه افضل لاعب في القاره داخل القاره الافريقيه دعما معنويا للاعب اللي بيتعرض لضغوط صعبه جدا حارس مصر الاول يتعرض لضغوط صعبه جدا فموقف ايضا كان عظيم جدا تعالوا نروح ليه تصريحات كابتن طلعت يوسف وكابتن طلعت يوسف النهارده قال ان الاهلي جاي من ظروف سيئه وعنده الدوافع انه يكسب المباراه، قال ان النتيجه في حجمها الطبيعي وفقا لفارق الامكانيات بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي النادي الجونه. قال انه تمسك بالاداء الدفاعي واعتمد على الهجمات المرتده وقال انه ما حسش بخطوره الاهلي في الشوط الاول وان الارهاق ظهر على لاعبيه في الشوط الثاني وشكر اللاعبين على المجهود المبذول في اللقاء امام النادي الاهلي رغم الخساره بثنائيه اتكلم على طريقه النادي الاهلي وقال ان هي في البدايه كانت هجوميه ولا يمكنني على حسب تصريحاته ان اهاجم النادي الاهلي وافتح اللعب هناك فوارق فنيه كبيره بين الاهلي والجونه وقال انه القادم بالنسبه للجونه بينتظر الفريق مواجهات مباشره مع الاسماعيلي وغيره من الفرق وعنده ثقه كبيره في اللاعبين على اداء المطلوب منهم ده بالنسبه لمباراه الاهلي والجونه بيراميدز والإسماعيلي بيراميدز النهارده قدام الإسماعيلي عمل مباراه حكايه حكايه كسب أربعة 0 بس مع الرأفه ضيع فرص عديده جدا والإسماعيلي حالته حاله يا دوبك لسه بنقول اهو بيفوق بيكسب مباراتين على التوالي يخسر النهارده في ملعبه وسط جماهيره أربع أهداف قدام بيراميدز هو بصراحه بيراميدز منافس قوي جدا وبصراحه بيراميدز خلاص حط المنافسه على اللقب قدامه والحلم أصبح حقيقة إنه أقدر إن أقدر أنافس فالإسماعيلي واجه خصم النهارده في منتهى القوة ومنتهى الصعوبة والكل كان فايق. النهارده عبد الله السعيد ورمضان صبحي في أحسن أحوالهم. عبد الله السعيد ده حكايه برضه هكلمكم عنه بس لما نشوف الأهداف بصوا الجول الحلو ده. ده الهدف الأول لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بطريقة عبد الله السعيد بإمكانيات عبد الله السعيد بتصويبات عبد الله السعيد بأداء عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب في مصر بلا منازع. ومنذ منذ سنوات يعني منذ سنوات هو رقم واحد في المركز ده. بعد كده رمضان صبحي اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 33 تصويب اخطاء حارس الاسماعيلي وسجل منها رمضان صبحي الهدف الثاني. بعد كده ركله جزاء احتسبت لبيراميدز سددها رمضان صبحي وسجل منها الهدف الثالث ل فريقه وكان على وشك انه يبقى هاتريك في هذه المباراه بعد ما احتسب حكم اللقاء ضرب الجزاء اخرى لبيراميدز سددها ايضا رمضان صبحي ولكن هذه المره اضاعها. وفي الدقيقه 79 اضاف محمود صابر الهدف الرابع لبيراميدز هدف الختام هدف اللي كلل مجهود بيراميدز النهارده بانتصار كبير على الاسماعيلي برباعيه نظيفه. منافسة حلوة مفيش كلام منافسة حلوة مفيش كلام لو سألتني بقى على الورق مين أكتر فريق أجهز دلوقتي في الدوري في المنافسة على الدوري هقول لك بيراميدز الأجهز على مستوى العمق في التشكيل العمق في القائمة عنده بدلاء عنده لاعبين كتير في كل المراكز ما عندوش إصابات عديدة أموره أحسن على الورق من الأهلي والزمالك هتقولي يعني كده كسب الدوري او هو اللي هيكسب الدوري أو اقول لك لا بس الاهلي والزمالك عندهم حته ثانيه كبيره ومهمه الجماهيريه، الضغط الجماهيري، الدافع الجماهيري، الاسم، التاريخ، تفاصيل كثيره جدا ممكن هي اللي تخلي الاهلي والزمالك اللي ياخدوا الدوري، بس لو ده عنده ميزه اللي هو الاهلي والزمالك الميزه الجماهيريه والتاريخ والاسم الكبير، فبيراميدز عنده الميزه بتاعه العمق في السكواد او في التشكيل او في القائمه، عنده عدد كبير من اللاعبين. منافسه حلوه مين يحسمها الله اعلم لا هي مباراه ولا اتنين ولا تلاته كل الناس تقولك ايه الجوله الجايه ممكن تحسم الامور ما فيش الكلام ده اللي بعدها مفيش الكلام ده المنافسه على الدوري السنه دي هتوصل للاخر اه ممكن مش في اخر جوله هيبقى الثلاث فرق بيتنافسوا ممكن تلاقي فريق واتنين هم اتنين بيتنافسوا مع بعض مش هتلاقي الثالث مش هتلاقي التالت الملاحظ بقى الملاحظ ودي جملة يمكن ناس كتير قالوها انك هتلاقي مثلا شكابالة هو كسر 35 واحد من اهم لاعبي الزمالك المؤثرين انك هتلاقي عبد الله السعيد هو كسر 35 من اهم لاعبي بيراميدز هتلاقي ان وليد سليمان مؤثر جدا في المشاركات القليله اللي بيشاركها مع النادي الاهلي هو كسر 35 وخلاص الراجل اعتزل ايه ده؟ عندنا حالة من ندرة المواهب مرعبة مرعبة الأسماء الكبيرة دي هي اللي برضو فرقة قايمة عليها أو هم اللي ممكن يصنعوا الفارق في الوقت الصعب خلينا نقول بمعنى أدق يعني يصنعوا الفارق في الوقت الصعب عموما عبد الله سعيد خلاص بقى يقترب جدا من تخطي رقم الكابتن الكبير كابتن مصطفى رياض في نادي المئة عبد الله سعيد النهارده أصبح على بعد ثلاث أهداف فقط للتساوي مع مصطفى رياض في القائمة قائمة المئة في سباق الأكثر لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري تعالوا نشوف هذه القائمة القائمة تصدرها الكابتن حسن الشاذلي ب 173 هدفا يليه حسام حسن او الكابتن حسام حسن ب 168 هدفا آه ثم في المركز الثالث السيد الدزوي ب 127 هدفا وفي المركز الرابع مصطفى او الكابتن مصطفى رياض ب 122 هدفا وفي المركز الخامس الكابتن عبد الله السعيد ب 119 هدفا. ثلاث اهداف وتساوى اربع اهداف وتتخطى الكابتن الكبير كابتن مصطفى رياض تعالوا نروح لأخبارنا النهاردة خبر مهم نادي قطر القطري يعود للتفاوض مرة أخرى مع النادي الأهلي على ضم بدر بنون ساعات اللي فاتت شهدت مفاوضات أكثر جدية من نادي قطر القطري مع النادي الأهلي الكلام في الفترة اللي فاتت أن قطر القطري كان عايز يقلل شوية المبلغ اللي هيشتري بيه بدر بنون اللي هو 2.5 مليون دولار النادي الأهلي رفض ده عشان كده الصفقة تعطلت دلوقتي في انفراجه ما الانفراجه دي بتقول ايه انه نادي قطر القطري هيقلل المقابل اللي هياخده بدر بنون نفسه مقابل انه يشتري اللاعب من النادي الاهلي بالرقم القديم اللي هو 2.5 مليون دولار هتقول لي رايي هقول لك رايي رايي ان بدر بنون لاعب مهم جدا للنادي الاهلي ومفيش لاعب او مدافع شبه بدر بنون في الاهلي المدافع القوي المدافع اللي بيعرف يبني الهجمه من تحت المدافع اللي بيعرف ينقل اللعب من النواحي الدفاعيه للنواحي الهجوميه مفيش شبهه في الاهلي بس في نفس الوقت الرقم حلو الرقم حلو 2.5 ونص والاهلي ما استفادش من بدر بنون تقريبا الموسم ده بسبب القصه بتاعت كورونا وتبعياتها فلو الاهلي عارف يبيعه بالرقم ده ويستفيد من الرقم ده ويشتري لاعب امكانيات بدر بنون او افضل من بدر بنون او يشوف مركز اخر فالاهلي يستفيد منه ماليا افضل رغم قيمته الفنيه الكبيره زي ما قلت لحضراتكم. ده بالنسبه لبدر بالون. نروح بعد كده تصريحات مهمه لطارق حامد اللي انتقل رسميا اليوم الى نادي اتحاد جده، طارق حامد اسم كبير في تاريخ الكره المصريه، اسم كبير في تاريخ نادي الزمالك، وزي ما قلت امبارح واول امبارح واول اول اول امبارح. اي لاعب في الكون هو مشاهد هو خطوات وإنجازات لو آخر مشهد ما عجبش الجماهير بغض النظر عن الكواليس اللي النهاردة طارق حامد قالها بقولها بعدين بغض النظر عن الكواليس هو صح ولا غلط حتى لو غلط فالمشهد الأخير ده أبدا ما يمسحش كل المشاهد العظيمة اللي عملها طارق حامد مع نادي الزمالك ومنتخب مصر لاعب اجتهد ولعب بإخلاص وبرجولة عظيمة جدا فله كل التحية وله مننا كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله مع ناديه الجديد اتحاد جدة مع زميله الرائع صخرة الدفاع أحمد حجازي تعالوا نشوف تصريحات طارق حامد النهارده بعد الانتقال الرسمي الى نادي اتحاد جده السعودي ونرجع نكمل كلامنا شرف كبير لي ان اكون لاعب في نادي اتحاد جده بالمناسبه انا شخص محظوظ جدا لان كنت بلعب في اكبر نادي في افريقيا الزمالك المصري مع اعظم واوفى جمهور والوقت انا لعيب في نادي الاتحاد اكبر نادي في اسيا مع اعظم واوفى جمهور خرجت من نادي كبير وذهبت لنادي كبير شكرا طيب تعالوا نروح ليه ارقام طارق حامد مع نادي الزمالك ارقام عظيمه وارقام تاريخيه الراجل لعب 284 مباراه مع نادي الزمالك معدل الدقائق بنتكلم في 24 410 دقيقة 24410 دقيقة الأهداف ست أهداف مع نادي الزمالك صنع 8 أهداف 66 بطاقة صفراء وبطاقات حمراء بعد إنذارين أربعة وبطاقة حمراء مباشرة كانت واحدة. حصد 12 بطولة مع نادي الزمالك كأس مصر خمس مرات الدوري مرتين السوبر المصري مرتين السوبر الأفريقي مرة الكونفدرالية الأفريقية مرة والسوبر المصري السعودي مرة واحدة. بطولات بالجمله طيب النهارده كان في حالات تحكيميه مثيره بعض الشيء للجدل اعتقد ما اثرتش كثيرا على نتائج المباريات ولكن الشيء بالشيء يذكر وبالتالي لازم يكون معانا كابتننا كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد مشرف ومنور كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك اخبارك ايه والله الحمد لله قولي قول لي نعم. النهارده نبدا بايه نبدا بالاهلي والجونه الاهلي والجونه ايه لفت نظرك في الاهلي والجونه الدقيقه 30 آه. كان في عندنا ركله آه جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي لعبه حسام حسن آه الراجل استلم الكرة بصدره هو اللي لعب الكرة وهو اللي مسيطر على الكرة بتاعته آه مدافع الجونه كل اللي عمله ان هو آه آه يعني دافع حسام حسن ولكن بالجسم في دافع عندنا باليد وفي دافع بالجسم هو الراجل دفع حسام حسن بالجسم لعبه لعبه سهله جدا آه تحتسب في الملعب وان كان حكم المباراه ما احتسبهاش كان لازم حكم الفار يتدخل عشان يجي يشوفها ودي ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي. امم دي دقيقه 30 امم اللعبه الثانيه الهدف تم الغاءه للنادي الاهلي في الشوط الثاني بداية تسلل مش الحاله معاك كريم ولا لا معايا 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 يا فضل اه اوكي في هدف الـ الـ تم الغاءه في الشوط الثاني للنادي الاهلي من بداية تسلل اللعبه عباره عن حسام حسن في موقف تسلل ما لمس الكره اه ولكنه عمل حركه او ايماء بيأثر بيأثر بيها على حارس المرمى اللي موجود لان هو موجود داخل منطقه خط منطقه السته اللي هي المنطقه المؤثره واللعب النشط اللي موجود وبالتالي يعاقب بتدخله مع القسم مش مش بلعب الكوره لا بتدخله مع القسم وبالتالي كان قرار حكم المساعد الثاني قرار ممتاز وتاكيد من البار وبالتالي الغاء الهدف قرار صحيح رغم ان الجول حلو قوي يا كابتن جهاد والله جون حلو بغض النظر ان طبعا لا اه هو حلو بس قانونا طبعا طبعا, طبعًا, طبعًا الحكام صح اتعاملوا معاه صح صحيح لا لا 100% طبعا الحاله الثالثه هنتكلم على هدف الاهلي الاول اه الهدف صحيح وكل كل الهدف كل اللي موجود في صحيح لكن الهدف الركله الحره اللي تم احتسابها اللي تم احراز من الهدف آه. هي ركله حره غير صحيحه وبالتالي اللي تم الاحراز من الهدف طبعا مؤثره لأن الهدف آه بعد كده ده الهدف الأول للنادي الأهلي في المباراة. آه. اللقطة الأهم ركلة الجزاء اللي تم احتسابها للنادي الأهلي. آه. كنت أتمنى حكم الفار لما يستدعي إبراهيم يوري له اللقطة اللي ورا الجون. آه. لو عندك يا كريم اللقطة اللي ورا الجون هيبان لك إن الإيد فاضية طبيعي واللاعب نادي الجونة بيحاول يبعد إيده عن طريق الكورة وبالتالي الإيد مش مكبرة الجسم الإيد فاضية طبيعي آه. آه ركل ركلة جزاء غير صحيحة تم احتسابها للنادي الأهلي. وبالتالي اخطاء كبيره, كبيرة جدا في مباراه كبيره زي الاهلي والجونه في الدوري المصري اتاثرت آه. طبعا على المباراه ولكن في الاخر النتيجه ما اعتقدش كانت اتاثر نتيجه لكن في الاخر تاثير كبير جدا على القرارات المتضاربه للتحكيم في المباراه يعني الاهلي النهارده يعني إس أنا, إس أنا, إس انا بس في مباراه واحده دلوقتي بتقول لي ثلاث اخطاء آه ثلاث اخطاء كبار يعني ضربتين جزاء للاهلي كانوا المفروض يحتسبوا وهدف الاهلي ده الاول جه من الاهلي لم تحتسب وركله جزاء الاهلي اللي احتسبت غير صحيحه اه طيب ماشي والهدف الاول الاهلي الفاول الفاول ما كانش موجود فاول مش موجود كان حاجة طبيعية جدا مش موجود رجله حره اترفعت الرجله دي علي معلول رفعها دخلت الجون الجون سليم ما فيش مشكله في الجون لكن الفاول نفسه ما كانش سليم انت <applause> <applause> متخيل يا كابتن جهاد لو أنا م... المباراه انت متخيل يا كابتن جهاد لو المباراه دي خلصت تعادل كان ايه اللي هيحصل؟ كانت مشكله كبيره ما في <معنى> مشاكل بقى كابتن جهاد انا لسه آه كنت بقول والله دلوقتي محتاجين نركز اول الفتره اللي جايه دي عشان المنافسه صعبه جدا وبالتالي احنا دلوقتي اه دلوقتي كريم التحكيم عليه عامل كبير جدا في الفتره اللي جايه لتحديد البطل لتحديد الهابطين فبالتالي انت محتاج تركيز فوق التركيز صحيح ده مهم جدا صحيح خش إيه المباراه الثانيه يا كريم مباراه الاسماعيلي وبيراميدز اها آه بصراحه يعني انا عايز اشد قبل ما اتكلم على تحكيمية انا بشد في طاقم التحكيم بالكامل عمل مباراه اكثر من رائعه لما لما نلاقي حاجه كويسه بنتكلم عليها كويس صح ركله الجزاء الاولى اللي احتسبت على محمد عادل احتسبها على الاسماعيلي الايد بره الجسم لاعب النادي الاسماعيلي الايد مكبره الجسم خارج الجسم وبالتالي هو اللاعب الاسماعيلي اللي عمل الريسك وخرج خرج ايده بره جسمه وركله الجزاء صحيحه تم احتسابها مش عارف ركله الجزاء الثانيه مش معاك لكن هقولها حتى لو مش معاك صوره فيها آه. انا بعرض انا بعرض يا كابتن جهاد وحضرتك بتتكلم ركله الجزاء الثانيه محمد عادل احتسبها أوه. وتم استدعائه من الفار على ان ركله جزاء غير صحيحه لعبد الاسماعيلي اعترض على الركله الجزاء الثانيه لكن هو راح شافها في الـ في الـ في الفار واصر على قراره وكان قرار محمد عادل صحيح في ركله جزاء موجوده واللي عمل الاعاقه هو باهر المحمدي برجله ما فيش باليد وكان الفار بيبص على الايد لكن كانت الرجل موجوده الاعاقه موجوده وبالتالي كان اصرار محمد عادل على قراره اصرار صحيح انا إصرار احترم بقى يا كابتن جلال انا احترم الحكم ده مش طبعاً, طبعاً. بشكل عام انا بحترم الحكم اللي يصر على قراره على حتى قراره لو صحيح. الفار قال له حاجه عشان هو احنا عندنا حكام يقول لك قدام الفار ناداه لا انا خلاص ايه هطلع من الموضوع واقول ان الفار بقى خلاص عشان ندهلي احنا لازم لازم نأكد اصراره على قراره الصحيح ما إحنا بيبقى الخطأ. خطا. صح. انت ممكن تصر على الخطا فده بيبقى دي مشكله كبيره لكن هو النهارده اصر على قراره الصحيح. صحيح. انا رشيد بطاقم تحكيم كامل النهارده عمل مباراه كويسه جدا لاسماعيل وبراميدز. صحيح. المباراه الثالثه النهارده معانا الزمالك الزمالك و... و... وسموحه مباراه كبيره ومحمود عاشور كان موافق جدا في المباراه هتكلم على نقطتين تحكيميتين الاول الطرد اللي اللي, اللي طرد اللي تم الطرد سموحه الكره الكره اتلعبت وبالتالي اللي حصل بعد كده من لاعب سموحه ده سلوك طلوعه بال... على على رجل لاعب الزمالك ده سلوك وايا كانت القوه المستخدمه او الصوره المستخدمه ده سلوك وبالتالي الكارت الاحمر كان سليم دعاء فار سليم آه قرار الحكم سليم بالكارت الاحمر وبالتالي قرر القرار بالكامل سليم بطرد لاعب سموح صحيح الكره اللي اختلفت معاه فيها بس في المباراه كلها لعبه اوباما انفراد آه آه في الشوط الثاني في اخر المباراه كان في انفراد ليوسف اوباما لاعب الزمالك صح وكل عناصر الفرصه المحققه موجوده كريم م. مواجهه للـ 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 للجول آه عدد المدافعين هو اخر مدافع كان موجود المسافه من من وجود المهاجم للجون كانت مسافه قريبه م. السيطره كان اوباما مسيطر على الكره كل عناصر الفرصه المحققه كانت موجوده م. اللي حصل ان الحكم اتاح فرصه عشان اللاعب الزمالك تاني ياخد الكره ويكمل ما كملتش الفرصه لكن الاصح في اللعبه ان يصفر وركله حره مباشره لنادي الزمالك وطرد طرد هي كان هيبقى طرد تاني للاعب سموحه هو ده القرار الوحيد اللي ممكن اختلف مع محمود عاشور وطاقم التحكيم معاه النهارده في المباراه لكن هم عملوا بمنتهى الامانه مباراه جيده جدا تحكيمي صحيح كابتن الكبير كابتن جهاد جريش انا بشكرك دايما على كل هذه الافادات انا بشكرك شكرا جزيلا خبرنا التحكيمي الكبير طيب نكمل اخبارنا عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك بيقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في اتجاه قوي داخل نادي الزمالك بعدم تجديد تعاقد عمر السعيد اللاعب عقده بينتهي مع الزمالك بنهايه الموسم وبريرا طلب من الزمالك انه يتعاقد مع مهاجم بديل او عودة مروان حمدي للفريق. كمان حازم امام بيجدد عقده مع نادي الزمالك بحسب مصدر مسؤول بنادي الزمالك قال انه حازم موقع خلاص على تجديد عقده مع النادي على بياض في ظل انتهاء عقده مع القرعه البيضاء بنهايه الموسم الحالي، التوقيع تم خلال الساعات الماضيه. مهم. طيب احمد يحيى حارس مرمى الاتحاد انتوا عارفين الموقف اللي حصل والهتافات اللي ضده مش عايز اكرر القصه تاني هو تراجع عن الاعتزال وكتب على صفحته على فيسبوك انا بعبر عن شكري وتقديري الى جمهور الكره المصريه بكافه المشجعين في كل الفرق بكافه انتماءاتهم بصفه عامة وقال كمان أنا بشكر السيد الأستاذ محمد مسرح رئيس نادي الاتحاد السكندري ومجلس إدارته المحترمين وجمهور نادي الاتحاد السكندري العريق بصفة خاصة على الدعم والمساندة المستمرة خلال الفترة الأخيرة وتقديرا واحتراما لأراء معظم السادة الرياضيين وزملاء اللاعبين والجماهير المخلصة والأصدقاء المقربين لي وعائلتي الحبيبة الذين قاموا بنصيحتي وتوجيهي بإعادة النظر في قراري باعتزال كرة القدم خلال الفترة الحلاف قد قررت التراجع عن قرار الاعتزال وعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف النفسيه العصبيه التي مررت بها وانتهز هذه الفرصه لاعرب لكم جميعا عن فائق التقدير والمحبه والشكر لكل من ترحم على اخي المغفور له باذن الله سعيد يحيى سائلنا الله لكم مزيدا من العون والتوفيق كان متوقع يعني كان متوقع انه هي في لحظه عصبيه ولحظه زعل والله يكون في عونه بصراحه بكل الظروف دي انه اعتزاله هيبقى قرار انفعالي وعودته من الاعتزال قرار متوقع وطبيعي حارس محترم حارس كبير الله يكون في عونه ظروف صعبه ومش عايز اعيد الكلام عن القصه دي تاني اللي حصل حصل خلاص جميل الاتحاد جماهير عظيمه وهو ايضا حارس رائع وكبير زي ما قلت لكم المنافسه كبيره المنافسه رائعه والحديث عن المنافسه مستمر النهارده هنتكلم كتير قوي عن الاهلي عن الزمالك عن بيراميدز مع ضيوفنا الكبار كابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي الاسبق كابتن الكبير كابتن امير عزم مجاهد نجم نادي الزمالك الاسبق بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا بحضراتكم حضراتكم مشرفني ونورني في هذه الفقره الممتعه جدا كابتن الكبار كابتن محمد عبد الجيل كابتن امير عزم مجاهد يا كابتن محمد مشرف ومنور منور انت كابتن الله يخليك وميرو منور الدنيا ازيك ميرو ازيك يا كابتن ازيك يا كابتن امير الله إيه مشرف ومنور توقعاته كلها كانت صح ايه اللي ايه بقى قبل ماتش الزمالك والاهلي قال ايه قال لك ان مريحني للاهلي اتغلب من بيراميدز والنادي الاهلي انت قلت كلمه كده قلت ايه الاسد الجريح الاسد الجريح, الجريح. مم. بس الدنيا كانت صعبه معاه بقى ما هو بس على فكره هو يعني كابتن محمد عبد الجليل ضيفي دايما هو 70 او 80% من توقعاته بتطلع صح طب في بقولك هو طلعت غلط ايه المرة دي؟ ما انا بقول لك لا ما هو 70 80% من هو الطبيعي يا امير في واحدة... ان الاهلي اسد اه وجريح طب الطبيعي ماتش زي ده يشد حيله بس انا كريم أه. ما بقول لك بقول امير أه. شوف هو كان بيقول الماتش كان في الفاصل بيقول لي ماتش الجونه والاهلي ما تنتظرش من لعيبه النادي الاهلي اكتر من كده ان هي دي اخرهم دي آه اخرهم ايه فني ولا بدني اه فني 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 يعني دي اقصى حاجه عند اللعيبه الطموح آه. بتاعهم البطولات اللي خدوها السنتين اللي فاتوا ما انتظرش اكتر من كده كريم آه. يعني في بعض اللعيبه بتطلع وتنزل تطلع ولما لما كسبوا بطوله افريقيا الاولانيه قال لك ما تستناش منهم ياخدوا بطوله ثانيه وكسبوها آه. قال لك مش تنساش لما خدوا برونزيه كاس العالم قال لك ما تستناش منهم برونزيه ثانيه وخدوها وخدوها اه طيب انت تتوقع رجوع النادي الاهلي بالسكواد ده انت تتوقع امير بالسكواد انا بالنسبه لي لا <سؤال برافضح> انت لو بتتكلم على السكواد انا شايف السكواد البيراميدز والاهلي اه في لعيبه اكتر من الزمالك بس هي القصه انا انا ممكن اختلف مع كابتن عبد الجليل في نقطه النادي الاهلي هو اللي حط نفسه في الموقف ده اللي هو ايه؟ وانا بقولها لك اللي قبل كده قصة ضغط المباراة يا كريم انت النهارده في لعيبه <applause> عمرو السوليه الراجل عايز يباصي بكعب رجليه جاله لا ما لا جال. مش, جال. مش قادر ففي لعيبه انا والله أنا بتفرج على عمرو السوليه النهارده صعبان عليه منهكه لعيبه كفايه يا جماعه بقول حد كل ما بنقول الواحد بيزعل ان حد يتصاب بس احنا آه. بقى فتره طويله بنقول ريح م. 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 مش لا على فكره هي مش قصه عمرو السوليه لوحده انت النهارده محمد عبد المنعم شريف مزق في الضما كل الاصابات اللي بتحصل في النادي الاهلي عضليه عضليه بسبب ضغط المباريات الرهيب اللي النادي الاهلي حط نفسه فيه مم. انا في وجهه نظري حط نفسه و... اه طبعا حط نفسه انت النهارده يا كريم هو اللي طلب لا هو من ساعه انا انا عند بتاع الموضوع ساعه دوري كورونا كميه ضغط المباريات اللي الاهلي لعبها والزمالك والانديه كلها خاصه ده الاهلي كان بيشارك في افريقيا وبيشارك في هنا وبيشارك في هنا فيش راح حط ثلاث سنين كان الاهلي يعمل ايه؟ لا انا شايف انا في وجهه نظري ان الدوري ده كريم كان لازم يتلغي الدوري اللي فات اللي هو دوري كورونا يا كابتن ما هي دي نقطه على فكره يعني وفرصه يعني احنا فيها هو برضه كلمه اصل قال لك الدوري ده كمان يتلغي لا ده لا, لا ما يعني قال لك في ناس ومش قال... عشان على فكره مش عشان انا الزمالك المتصدر متصدر. لا لا انا بكلمك انا عشان برضه هقول لك مش عشان الزمالك ولا الاهلي عشان طرحت فكره الدوري يتلغي دي كتير بس حضراتكم فاهمين وانتم في الشغلانه يعني مستحقات اللاعبين وعقود اللاعبين والرعايه انا معاك في معايا. كل ده وفلوس دي انا معاك ف... انا معاك انا معاك انا معاك في كل انا معاك انا انا معاك انا معاك في كل ده انا معاك على دوري ده لا ده الدوري بتاع كورونا انا قصدي على دوري كورونا هقول لك حاجه انت النهارده الدوري ده هينتهي امتى 30 8 هتبدا امتى؟ 10 شهر 10 شهر 10 هل دي مده كافيه للراحه؟ انت م. النهارده الطبيعي يا كابتن عبد الجليل وانت طبعا راجل كنت مدير فني محترم اقل حاجه 21 يوم او شهر اللعيبه تفصل يا كريم تفصل ابعد عن الكوره جدد النهارده لازم تجدد طموحك وتجدد فكرك وتجدد حاجات كتير جدا <applause> لكن انت كل تل... كل ثلاث مواسم بتلعب كريم اه في الاول والاخر انت بتعمل دوري عشان منتخب مصر صح؟ انا عجبني جدا فيريرا في المؤتمر الصحفي بتاع ومست الاجانب اللي بيتكلموا ستريت ما, بيحوض... ما بيقعدوش يحوروا في الكلام صح. قال لك ايه قال لك انتوا عاملين مسابقه لكن انا بقول لك بضغط المباراه اللي بيحصل ده في الاخر منتخب مصر هو اللي إيه؟ انت سمعت مين قال كده النهارده فيريرا النهارده ما سمعتش الراجل النهارده قال لك انا خايف الاثنين نفس الجواب النهارده ان خايفين على المنتخب اكتر مننا دي حاجه كريم انت النهارده لا صعبه جدا على لعيب كوره كريم اللي انت النهارده ثلاث مواسم بتلحم على طول وبعدين اللعيب المصري اصلا عبد جنين مش واخد اللي هو يلعب كل 3 ايام ماتش أه. لا ل... ل... انت النهارده قبل الفصل بتتكلم بتقول ايه بتقول م. احمد سيد زيزو مميز مم. ليه واحد ممكن من ضمن لعيبه بل... كتير جدا من من ضمن اه اللي هو ملتزم آه وهتلاقيه بينام كويس وبياكل كويس وبيحافظ على نفسه بتاعه لكن الباقي الثقافه كريم مش اللي مش هي بتاعه الزعم الريكفري والراحات والحاجات دي كلها م. فعشان كده بقول لك الله يكون في عون لعيبه الدوري المصري كلهم صح. باللي بيحصل الراجل النهارده قال لك انا انا قريت تصريح لسواز ما اتفرجتش آه. على قال لك اللي فيه لعيبه مش قادره تشيل رجليها ايوه طب انت النهارده لعبت النهارده لو هو قال لك انا مش قادر لهم اي لعبة وخلي بالك وخلي بالك برضو أوه. اللي يقول لك ايه يا كابتن جليل الجليل اصل احنا عندنا وسائل الريكفري الريكفري ده يتعمل لما يكون الدوري مثلا بتلعب كل خمس ايام ماتش لكن قول لي ايه الريكفري اللي هيعمل هيتعمل لك في 48 ساعه انا اديت مثل وانا بقول لصحات شوارش انه مثلا النهارده الحد خمسة آه. ماتش. بكرة بكرة بالزبط. بالزبط. بتاعت بتاعت الماتش بكره هيعملوا مستشفى. بكره الاثنين الثلاث هيحط التقسيمه هو اصلا حتى لو عايز يحط افكار وجمل وحاجات كده مش هيعمل وعشان كده بقول لك التفسير. الفتره الجايه انتظر أه. اصابات كتير جدا مش في النادي الاهلي بس في الانديه كلها م. بسبب ضغوط المباريات اللي بيحصل عشان كده اتمنى لو في حل للسنه الجايه انت لو هتبدا حاول تلاقي اي حل اللي انت تدي راحه طويله شويه للعيبة وفي نفس الوقت لو سنه انا بالنسبه لي م. لو الدوره كانت على مجموعتين بس هيظبط لي السنه الدنيا بعدين في الراحات وفي تنظيم الجدول لازم في لازم في سنه يا كريم يبقى في حاجه فلازم سنه نضحك بالظبط كده تعالوا نضحك بقى بالظبط انا شايفك هادي وساكت شايل لي حاجه <تصفيق> <تصفيق> بقى لأ من بقى من لما بتسكت ببقى عارف ان انت شايل جواك وهتطلع دلوقتي كلام لا والله بص آه. آه. يا يعني بنقول كلام كويس ولا الاول قوي طيب الحمد لله آه انا بتكلم بخصوص النادي الاهلي يا كريم آه. آه انا مش عايز احمل اللعيبه مش عايز احمل النهارده جمهور النادي الاهلي ضرب مثل يا لما قريت اليافطه اللي كتبوها بيؤيدوا بيأيدوا الاداره بيأيدوا الفرقه بيأيدوا ان تتكون فريق جديد قالوا انه احنا مش يعني مش, عايزين مش عايزين بطولات مش عايزين نحافظ على مبادئ النادي الاهلي عارف المبادئ النادي الاهلي دي ايه؟ الروح الالتزام النظام اللعيب الكبير كبير والوسط والصغير صغير الاداره ده ليه شغله وده ليه شغله هو ده سيستم اللي كان بينجح النادي الاهلي مم. فانا مش عايز احمل اللعيبه ومش عايز اديهم برضو اجهاد اجهاد احنا بقالنا سنه بنقول عليهم مجهدين صح احنا طول عمرنا بنشتغل كده ولكن انا عارف ان دي حاجه غلط بس ما افضلش ادي الشماعات دي للعيبه اللعيبه انا بقول لك ان خلاص احنا خدنا منها كل حاجه لازم تجديد لخمس ست لعيبه وزي ما اتفقنا انا وانت ان 8 تسعة لعيبه يجوا إيه؟ <applause> اه اه بس بسوايه المره اللي فاتت كانوا 8 وبعد كده قال لك 5 ينزلوا شويه النهارده هتعلى تاني أو. لا انا بقول لك 5 او 6 من الاساسيين هبقى امشي وراك بعد أم كده مركز اه هيجيبك في كلمه كده أم ركز ركز. <applause> <أم> خلاص اعمل فيها <applause> شويه ومدرب خلاص يا كابتن عبد الجليل <applause> هبقى اجيبك لوحدي لا 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 يا حبيبي ده بالوحده اجيبك بس لا والله بس انا بقول لك ان جمهور الاهلي النهارده ما يديش يعني اداني انطباع انه في ضهر النادي ودي حاجه محترمه صح ايه تمشي كم لاعب بقى دلوقتي من وخفف العبء عن الاداره أوه. وعن اللعيبه حتى لو الدوري بعد الشهر ضاع او حاجه لا برضو نفس اللي قلتهم 8 9 يمشوا اه, آه. آه. لازم يا كابتن لعيبه جديده مم. لازم تعاقدات جديده مم. لازم مدير كرة جديد مم. لازم لجنه كرة جديده او تدخل عليها ناس مم. لازم قطاعات الناشئين دي تتغير بالكامل السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين كل قطاع الكوره ادى دوره محدش ما حدش ما كلهم قدوا بس فين الطموح الجديد؟ مم. فين الدوافع الجديده؟ مم. فين قطة اللبس ولازم اسيطر عليه؟ النهارده في سنه الروح بترجع، اصل الروح مش هتروح من الاهلي عمرها بس تتزرع في اللعيبه. حته ان اللعيبه دي مش هقدر اخد منها اكتر من كده دي حقيقه. مش مم. عشان مجهدين مش ه... كواليتي اللعيبه نفسها ممكن في لعيبه تديك ربع ساعه او نص ساعه وتقعد ماتشين مش فايقين. احنا ليه بنقول زيزو احسن لعيب في مصر عشان بقاله ست شهور او سبع شهور آه بيكسب فرقته وحط ثلاث خطوط على بيكسب فرقته اصل النجم مش اللي رقص ترقستين النجم اللي بيجيب لي ثلاثه بونت صح ف وانت اديت مثل باللعيبه الكبيره اللي ليها لغايه دلوقتي من احسن اللعيبه في انديتها عبد الله سعيد اه الشغله آه وليد لما بينزل مم. والله واقف على حيله آه كذا لعيب امبارح محمد نجيب ما حدش خد باله تسعة 39 سنه مم. المساكه كابتن آه آه والمكان جوند. ده كابتن مش سهل عشان انت لعبته الحته دي فانت قلت كلمه حلوه مم. نقص المواهب ندره المواهب بشكل واضح مم. عايز اكلمك على زيزو قبل ما اتكلم عن الزمالك تفصيلا زيزو حكايه وانت اشتغلت مع زيزو حتى انا كلمة. اللي استلمته خلي بالك آه يعني يوم ما جه النادي انا اللي طلعت استقبلته يعني الراجل كان امير مرتضى كلمني قال لي في احمد سيد زيزو انزل هاته من تحت وبتاع ودخلت وطلعت بيه للراجل ساعتها كان جروس المدير الفني ده احكي لي وقتها حصل ايه يعني ليه؟, ليه زيزو اصلا اختيار زيزو كان وقتها انت و... بقى عايش هو اتعرض على الراجل كان عن طريق امير مرتضى هو عن طريق وكيل اللاعبين محمد الحبشي هو اتعرض على الاهلي الاول لا, لا 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 هو مم. الراجل الراجل اتفرج عليه في في الدوري البرتغالي على ماتشات وجروس سأله سؤال مرة هو كانوا بيلعبوا قدام سبورتنج لشبونة واتغير الدقيقة 65 أو 66 هم. فقال له أنت ليه اتغيرت في الدقيقة 66 يعني الراجل كان بي بي زي ما بقول بيفصصه بمعنى أصح بياخد اللي بين السطور بالظبط كده آه. بس ف كان في متابعه من الجهاز الفني ليه كويسه جدا و... قال له ايه بقى لما قال له ليه يعني برضه بنلعب قدام هو برضه ما كانش بيلعب في نادي كبير وبيلعب قدام سبورتنج لشبونه والطبيعي اللي... يعني بتحصل عادي يعني فالراجل برضه استفسر منه عن حاجات وأمير مرتضى بصراحة يعني دي شهادة اللي هو برضه كان بيزق في الموضوع جامد بصراحة <applause> وجه وتعرف على اللعيبه ودخل وحتى ساعتها انا فاكر كان يعني جروس وقتها ما كانش مقتنع لا 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 مش قصه ما كانش مقتنع لا اصلا ما كانش مقتنع 100% يعني كان 50 يعني بس بص لا يعني كان الموضوع مطول شويه يعني الموضوع كان ممكن يطول في المده شويه فبعد كده حصل لا اللي هو لعيب كويس والراجل اقتنع و وامير قعد مع الراجل واقنعه وبتاع والراجل قال لك ما فيش مشكله واحنا كان عندنا ساعتها كان خالد بوطيب جاي في يناير هو جه مع احمد سيد زيزو كان الاثنين اللعيبه دول بس طبعا جه كان الزمالك ساعتها بيلعب في الكونفدراليه كانوا تقريبا من لعب طنجه في المغرب والراجل كان قاعدني ساعتها عشان اجهز خالد بوطيب واحمد زيزو فانا ما بقولش الكلام ده عشان هو دلوقتي تحس اللي من اول يوم عايز, عايز. خاف على نفسه بيتدرب كويس قوي آه بعد كده نفس الكلام بدا مع كوي. الزمالك ودخل خلي بالك دي دي المرحله الانتقاليه بتبقى صعبه اللي انت بتيجي تبدا تلعب وتتعرف والدنيا تاخدك هل انت هتكمل على نظامك اللي انت ماشي بيه ولا الدنيا هتاخدك بقى زي ما انت عارف اللعيبه الدنيا بطبع. طبعا لا بالعكس ده زاد بقى في النقطه دي هتلاقيه بيشتغل بيخلي بالك هو <applause> ما, بيكون ما بيكونش هو جه في وقت حسين الشحات في الاهلي هو مجمع اه في يناير <applause> آه. آه. الاستمراريه لمين؟ آه. آه. اكله وشربه زيزو <applause> آه. بروتيناته آه. عارف اللي هو ايه لعيب برضه خلي بالك كريم برضه ميستو اللي هو طلع بره بدري فاتعلم بدري الحاجات دي بقى صح. اما كان في بلجيكا وكان في البرتغال فكل ما بتطلع بدري كل ما بتك... في لعيبه بتطلع ما بتكتسبش الحاجات دي مم. هو اكتسب مم. وبدا خلي بالك معانا آه بدايته كانت مباراه انبي بدا على طول يعني مم. هو قاعد ماتشين ثلاثه قبل ما يجهز مم. والراجل راح بدأ بيه في ماتش انبي بصراحه يعني يعني إحنا قاعدين ما كناش متوقعين برضه يعني هنشوفه بقى يعني عمل ماتش لعب بدأ الماتش كسبنا ساعتها 4-1 كان فاكر باحمد حسن كان أه في من من الكابتن أحمد حسن في الحتة دي مم. فبدأ آه. ماتش أنبي كسبنا 4-1 كان الكابتن علي ماهر هو اللي بيدرب أنبي ساعتها وعمل مباراة والناس حتى في المباريات يعني لسه ما مين ده مين ده بدأ خد من ساعتها وبتاع ومشي كويس قوي آه فهو ده. هو هو ذكي وخلي بالك كريم نقطة بسيطة بس التعليم برضه بيفرق تعليم هرجع هكمل معاك يا أحمد زيد عشان عاجبني الكلام بس ناخد برضه عبر الهاتف دلوقتي نهنيه بالفوز النهارده كابتننا الكبير كابتن محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز بعد الفوز على الاسماعيلي برباعية نظيفه مليون مبروك يا كابتن اداء رائع ونتيجه كبيره حبيبي كريم ربنا يخليك تسلم الاداء النهارده كان رائع جدا بيراميدز الشوط الاول كمان تحديدا انا فرقت على جزء كبير من المباراه كان ممكن يكسب اكتر من ثلاثة من ثلاثة في الشوط الاول وكان ممكن يسجل زيهم في الشوط الثاني بس كان في فرص ضايعه والاداء النهارده من كل اللاعبين كان مميز جدا يا كابتن محمود انا عايز بس قبل ما اتكلم في الماتش برحب بكابتن عبد جليل وميرو امير عازمي يا فتحي يا فيتو من يا فيتو <applause> انا شايف يعني مكسب اهلي ومكسب النهارده ومفيش بقى الحمام والمشوات فين ميرو اهدى يا ميرو <applause> عينيا يعني انت انت حبيبي يا كابتن كابتن محمد عبد الجليل يترقب حبيبي <applause> يا كابتن حبيبي يا علامي وحشني جدا يا كابتن ايه هتاخدوا الدوري ولا ايه؟ بت... يا منتهى الحل جايين طافيين النور وعمالين تدوا رعاش من بعيد <applause> لا احنا يعني خلينا ماشيين خطوه خطوه مش عارفين ايه اللي هيحصل ايه كابتن محمود <applause> بس الصوت واطي شويه وعايز اهنيك <applause> وعايز اسالك على الاداء النهارده انتوا بتلعبوا في اسماعيليه الموضوع اكيد صعب ومش سهل. سهل عايز اقول لك كريم النتيجه صحيحه 4 والنتيجه 4 الاسماعيلي في ده صعب جدا على فكره الاسماعيلي فريق كبير جدا وفريق محترم يمكن بيمر بظروف صعبه لكن يبقى الاسماعيلي وانك تلاعب الاسماعيلي في اسماعيليه قدام جمهوره امر صعب جدا جدا صحيح الحمد لله كان بالنسبه لنا انا يعني من وجهه نظري كنت شايف الموضوع تحدي صعب عشان الاسماعيلي طبعا وعشان ماتش جاي بعد ماتش اهلي والتعاملوا ماتش على اعلى مستوى وتركيز 90 دقيقة من اللعيبة على اعلى مستوى فكنت متخوف شوية ان الموضوع يقل او التركيز يقل لكن الحمد لله اللعيبة رجالة جدا ومتحملين مسؤولية من اول دقيقة النهاردة داخلين في المباراة بشكل كويس جدا زي منصور انت لو كنت يعني جبنا ثلاث اجوال الجزاء ومضيعين الفرنسيين صح الاول بس يعني فالحمد لله الحمد لله مكتب بالنسبه لنا مهم جدا آه. بتكمل المشوار احنا آه. بنحاول ما نفرطش في بسهوله بنقاطر على كل هون آه وفي الاخر هنشوف بقى ربنا قبلنا ايه يعني لكن الاساس آه آه. نعمل اللي علينا ونجتهد ونتعب آه. ونحاول ما نفرطش السنة دي تحديدا يعني بيراميدز ثلاث سنين كل سنة نتصور انه هينافس نتصور انه هيكمل المنافسة ونحس انه بيتراجع ومش بنحس هو ده الواقع كان بيتراجع عن المنافسه في مواقف مهمه السنه دي تحديدا الكل حاسس انه بيراميدز مكمل مكمل طوله للاخر طوله شويه طوله شوية. طوله شويه ومكمل يا كابتن عبد الجليل تحس ان هو مكمل الشغل ازاي بيحصل يا كابتن فتح الله بس لازم نحط في حساباتنا انك انت سواء السنه او السنين اللي فاتت انت بتتنافس مع ناديين كبار جدا صح كنتين كبار جدا صح سواء الزمالك بتاريخه وبطولاته وجماهيره <applause> او الاهلي بجماهيره وبكوراته برضه نفس القصه فانت بتنافس عملاقين كبار جدا وانت لسه يعني بادئين بقى اربع سنين فانت المنافسه شرسه المنافسه العامه كتير شرف لينا كائنين كبار فانت في الاخر بتجتهد وبتعمل عليك وبتحاول تعمل حاجه وبتحاول تبدا ببطوله الموضوع على فكره اصعب حاجه في الموضوع اول بطوله. صح. لو بطوله عشان كده يمكن اتقالنا على كاس اللي فات عشان كده الموضوع حسين ان هو ماتشين وتبقى اول بطوله تدخل النادي لكن الحمد لله على طول نسينا ودخلنا في المنافسه في الدوري ماشيين بشكل كويس بنحاول ما في النادي عندنا ثمان ماتشات جميله جدا جدا ان يعني احنا لعبنا اهلي بعديها لعبنا اسمها عندنا بنك اهلي عندنا الزمالك. صح. وماتشات طبعا صعبه يعني حتى لو لعبت فرقه بتنافس على الهبوط الماتش صعب جدا جدا فالتقويم غالي جدا في الدور الثاني زي ما احنا عارفين ولكن الحمد لله ماشيين بخطوات احنا راضيين عنها لغايه دلوقتي زي ما قلت هنحاول نقاتل على كل بند في الاخر بقى نعمل اللي علينا انت ثالث دوري ثاني دوري خدت الدوري ربنا كرمك وخدت الدوري ايا كان هنبقى راضيين طالما عملنا اللي علينا يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. عايزك تكمل على احمد سيد بس فبدا المباراه امبي ومن ساعتها مم. حط رجله وكمل بقى بس انا بكلمك في التدريبات الجاهزيه البدنيه عند اللاعب الاكل الشرب النوم الحاجات دي تفصيله انت كنت عايش مع الفريق وانت عارف وانت عارف سلوكيات اللاعبين أنا, انا بقول لك أوه. من اول يوم الراجل معاه بروتينه تلاقيه في الجيم قبل التمرين تقوياته في الملعب بكل جديه لو ناقص حاجه بيزود مع نفسه وعنده احترافيه مم. بشكل كل اللاعبين بيعملوا كده؟ لا طبعا مم. لا طبعا في لعيبه بتسهر آه صح؟ معظم لعبة الكوره بتسهر معظم لعبة الكوره اه معظم لعبة الكوره عشان كده واكل غلط وتفاصيل آه. وتلاقي وزن زايد مع ان الوقت آه. الامكانيات يا كريم اللي في الانديه آه. لو دي موجوده على زمان زمان تساعد كتير قوي اجهزة <applause> الريكفري <applause> والاكل والكل حاجه يعني انت النهارده لعيب الكوره فعلا بتوفر له مش ومش في الزمالك واهلي بس وبيراميدز في, في, في الانديه كلها الامكانيات اللي تساعدك اللي انت تخليك في حته تانية موجوده لكن بقى مين اللي بيستغلها ومين اللي ما بيستغلهاش لكن هو انا شايف احمد سيد زيزو لا من اللعيبه اللي بص يا كريم لعيبه الكوره عقليه سيبك بقى كله شبه بعض وكل ده كويس وكل العقليه هو زيزو مهاريا مش احسن من حسين لا هو الكوره دلوقتي اصلا بالضبط بالظبط يعني, يعني الاثنين مستوى مهاري واحد <سؤال> ولكن ايه اللي فرق زيزو الكلام اللي العقليه العقليه, <سؤال> والتعليم ده كريم ما <سؤال> انت كل ما تبقى متعلم ما <سؤال> افكارك هتبدا توسع ت... 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 الدنيا و... انا بقول لك الكوره معظمها كانت كابتن عبد في هنا مش <سؤال> في مش قصه جري وكوره كمان تحديدا دلوقتي احنا بنتكلم ان كل اللعيبه فعليا يعني شبه كله شبه بعض انا بس عايز انا عايز احيي بيراميدز على حاجه بصراحه اختاروا اللعيبه الاجانب ايوه لا لا يعني انا انا النهارده اتفرجت على الماتش الراجل بتاع بوركينا فاسو اللي أوه. في نص الملعب ده كتبه جيل التوري ده أوه. لا 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 انت ده التوري ده عايز حاجه عارف اللعيبه تحب تتفرج عليها ده من الكاس الامم ثاني ماتش لا لا مش ممكن وليد الكارتي لا مش وليد الكارتي وفخر بس انا بكلمك على التوري ده بالذات طبعا اللي مش ممكن أ... طبعًا انا, ب... أنا عايز حاجه انت تحب الكوره تجيله سلس قوي فاكر كينو اللي كان برده ماشي بس انا بتكلم على المركز ده انا بتكلم على المركز ده اه خلي بالك احنا عندنا في سته في مصر معروف عن مصر في سته اللي انت هتخبط وتنقل من اليمين آه. للشمال ومن اليمين بيقولها بالبلدي كانت بوز الهجمه للخصم بس ده في, ده في حاجه كريم بقى بيقطع الكره قطع عبد كل بكل سلاسه من غير فاول لا, لا 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 لعيب بصراحه اضافه كبيره جدا لبيراميدز عشان كده بقول لك بيراميدز من الانديه اللي بتعرف تختار اجانب كويسه. انا كمان جدا بوليد الكارتي. لا 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 حكى يا خرابي يعني من احسن بتلعب رقم 8 في مصر. بس يعني وليد الكارتي قبل ما يجي بيراميدز آه انت عارف اللي هو في الوداد كان جامد. طبعا. لكن ده برضه آه شفناه في الامم الافريقيه وده ذكاء برضه اللي انت النهارده بطوله الامم شغاله واداره بيراميدز بتابع وانا وانا و... وان بقول لك هتلاقي التوتال بتاعه مش مش زي ما الناس مثلا هو كان بيلعب في السويد والاسكندنافيا فات انا عايز اقول لك على حاجه الكارت ده لو في الاهلي او الزمالك كان هيبقى ليه شنه ورنه ثانيه لعيب رائع يعني هو قريب من فرجاني في طريقه اللعب صح يعني فكان هيبقى ليه موضوع لو عنده مميزات يعني. اخرى كمان غير فرجاني ممكن يبقى فرجاني مهاري وبوكس تو بس بوكس بوكسة بوكس, بوكس زي ما الكتاب بيقول زي ما بيقول صح آه حقيقة. حقيقة. هو لو انت سالت مين احسن تمانية في مصر فهو, آه حقيقة. حقيقة. هو في مصر فهو آه ممكن ينافس امام عاشور يعني هما الاثنين مع بعض زي بعض في مصر طيب. طيب الاهلي بظروفه الحاليه بظروف الصعبه انت عندك في ثلاثه وقعوا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم كده في ثلاثه وانت بتتفرج على الماتش عمرو السوليه ومحمد عبد المنعم والشناوي لسه بيشوفوا يعني في وصلاح محسن طلع برده تقريبا وصلاح برضه كمان الراجل اشتغل انا في وجهه نظري الراجل اشتغل على دي من اول يوم صح بدايه فيريرا كانت طبعا هزيمه من الوداد هنا وتعادل بره مع بترو اتليكو وبتاع ومش عارف ايه وكان الراجل وقته لازم ياخد وقته وكل حاجه لكن انا عجبني ان النهارده المدير الفني اللي بيلعب على قد امكانيات فرقته م. بمعنى اللي الزمالك مم. معروفه يا كابتن عبد الجليل 4 2 3 1 ايوه او 4 3 3 قال لك لا قال لك لا الدنيا ما تكلنيش عيش ده بالظبط قال لك لا ما الموضوع راح مغير الطريقه 3 4 3 ومن ساعه ما غير الطريقه دي والزمالك شغال كويس جدا ما سوارش عمل كده انا يعني بقول لك فانا بحيي الراجل ده اللي زي ما قلت لك م... في مدربين يا كريم وانا يعني بدون ذكر اسماء في مدربين أك... يعني والله العظيم تيجي تقول له مثلا ايه انت مين أر... مش بتذكر اسماء لا مش هينفع تقول له مثلا ايه نلعب 4 3 3 لا لا 4 2 3 1 طب نلعب 3 تلاتة... لا 4 2 3 1 اه عشان يقول لك ان اللعيبه عندنا ما تعرفش تلعب غلط بالظبط كده يعني ايه اللعيبه انا دايما بكره الجمله دي اللي هو آه. اللعيبه ما تنفعش تلعب 4 2 3 ويقول لك اصل رقم 10 هو اللي هيديني الاستحواذ ويعمل لي الواسطه وكلام يا عم انا بلعب النهارده على قد امكانيات إن فريقي انا النهارده عندي عجز في نص الملعب فعايز اعمل زحمه في نص الملعب صح. وعايز اعمل ورا خط دفاع من ثلاثه بحيث اللي يعدي من نص الملعب بيقابل تلاتة فهو الراجل دي نجاحه اللي هو طريقة اللعب الحاجة التانية اللي الراجل يا كريم ما أنا أبقى لعيب ولا مدير فني جريء وبيلعب واحد صغير مثلا ويخطف لك واحد ما يلعبش مثلا من الكبار ويطلع بره ال يعني سيف الجزيري جه متاخر جه متاخر ماتش الاهلي بسبب ظروف طيران رغم ان انت في في ظل احتياجه بس الحاجه بالظبط دي حاجه ممكن تنجحك الموسم كله وتخليك تاخد بطوله مصبوع. صدقني ممكن موقف مع لعيب يخليك تخليك تكسب في الاخر زي ما انا قرينا مثلا اللي فيه مثلا ابو جبل الفتره اللي فاتت كان في امكانيات اللي هو يدخله الماتش الاهلي قاله قريت التصريح قال لك اللي الراجل قال لك لو انا دخلت ابو جبل أصف ممكن أصف في ظل احتياج اللي عواد يتعور بس انا حقص لا هخسر الماتش ممكن من لا هخسر الفرقه الفرق ممكن ان انا ادخل واحد بقاله فتره اللي هو يبقى حاجه اسمها العدل مزوم. فهو الراجل بصراحه انت عارف الاهم يا كابتن امير كمان وكابتن عبد الجليل احساس اللاعبين ان احنا كلنا مهمين بالظبط يعني انا مش مش منزلك عشان مضطر انزلك مش النجم الاوحد لا انت مهم <applause> يعني انت نازل اللاعب عشان كده النهارده مفيش أشرب مفيش ما فيش اشرف بن ما فيش النهارده ما حسيتش ما, ما حسيتش ولا اه حسيت موسيماني غلط في آه. الاهلي في كده آه. أه. موسيماني أه. بعد اللعيبه كتير وخلى ما رمضي احساس اللي يلعبه النهارده بتشوف حسام حسن بيحاول رجع كذا لعيب فدي فرقه زي ما قال لك مدرب لمدرب النهارده النادي الزمالك منظم بص على لما يجيبوا جون بص على الدكه الاحتياطي بص في روح على... في روح باينه باينه حب اللعيبه لبعض إيه ما حدش بيشوح لحد ما حدش بيتنرفز على حد الحاجات دي هي عوامل النجاح ومفيش اخبار كتير بتطلع من نادي الزمالك الفتره دي دي برضو حاجه كويسه صح. اللي مفيش يعني عارف يا كابتن مفيش يعني زي بيقول لك زي بقولك حاجات سبايس اللي هي ايه كل مشكله او كذا لا تحس ان الدنيا ملموم. ملمومه وقفة. انت عارف انا دايما كنت بلوم على نادي الزمالك حتى نادي الزمالك كان يعني حتى جميع نادي الزمالك حاجه تلوم على الاعلاميين او الناس اللي بتشتغل في الاعلام انتوا شمال بتكلموا على مشاكل الزمالك ما هو كنت ده انت اللي في ايدك تقفل أنا. لا انا اطلع اقول ما انا لو ما لقيتش حاجه من نادي الزمالك مش هقول ولا وانت فأنا وإنت, فأنا وانت انا دلوقتي معايا خبر ان الزمالك فيه مثلا يعني فيه مشكله او فيه خناقه او فيه هتقوله. اي حاجه انت زمان ما كنتش بتاع النادي الاهلي حاجه نفس القصه في الاهلي دلوقتي الاهلي أنا عندي, حاجة. 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 انا عندي حاجات اقول عليها طب ما انا بقولها طب انت اللي بتبيح لي ده او انت اللي في ايدك تقفل او زبط. تفتح الليله دي لكن زي ما بقول لك الراجل انا شايف لا نجح مع في النهارده كمان حاجه يا كريم تحس اللعيبه عندها ثقه الموضوع سهل قوي كرة سهله آه الكوره آه آه في تحركات من غير وبعدين في ميزه بقى في نادي الزمالك التحركات من غير الكوره هايله صح يعني مشكله نادي الزمالك قبل كده كانت اللي انت كله ثابت كله ثابت آه لا النهارده بتلاقي زيزو بيتحرك نيمار بيخش لجوه زيزو يطلع بره فتوح بيكمل يخش انت إن... عندك مثل واضح جدا في كرة الهدف الاول بتاع الاهلي سيف الجزيري بيجنح على اليمين وزيزو في مكانه بالظبط يعني هو سيف اللي بقى هو على اليمين وهو عارف اللي هو هيحطه له في الحته دي فقطع الحته لا. دي هاخد مكان سيف الجزيري بالظبط ف... فاللي فارق مع الزمالك في شكله زي ما قلت لك اللي كمان حته ثبات التشكيل والراجل برده ممكن كل ماتش بيعمل روتيشن في مركز صح وبعدين اقول لك على حاجه اللي انت تخترع محمد عبد غني يلعب في انت عارف محمد عبد غني مستواه يا كريم انت مش واخد يعني ممكن الناس مش واخده بالها جدا م. اللي الكوره على طول على الارض يعني عبد الغني عشان سيرد باك ب... من اصلا مميز اللي هو ما بيلعبش عالي كتير بيلعب كره على الحاجه الثانيه اللي منجح عبد الغني او شكل نادي الزمالك اللي الكره الثانيه على طول يا كابتن عبد الجليل لصالح نادي الزمالك اي كره ثانيه الكره العاليه الكره الثانيه هتلاقي عبد الغني على طول متواجد وهتلاقي الكره الثانيه ل... فبرده حاجه تحسب للمدير الفني اللي انت النهارده كل الناس كان يقول لك ايه امام عاشور نجربه سته وبابا نجربه راح جايب سيرد باك وراح ملعبه في الحته دي فعامل لك في الحته دي قوه مع الثلاثه مع عبد الغني يعني و يعني بدافع باربعه سرد باكات سرد باكات فالموضوع صعب جدا على اي على اي فرقه اللي انت تخترق دفاعنا الزمالك سورش ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ انا جاي لك بي جاي لك والله ما انا عارف ينفع يتقال رايي دلوقتي عن سورش؟ ما ينفعش لا بس يخف تصريحاته والناس والناس تفهمه ان انت ماسك فرقه مرعبه فرقه بطله هو قال ايه؟ قال انا الفترات الجايه اخلي الناس تترعب من فريق الاهلي و وانا المرعب بعد كده وبتاع ما احنا طول عمرنا مرعبين فهموه احنا في 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 ثلاث شهور اربع شهور الدنيا مش مظبوطه شويه انما الاهلي هيرجع بس اكيد اكيد اي مدرب بيبقى عايز يحفز لعيبته هو يعني ما يعني التصريحات عليه يعني انا اصلا ادم ما اخطاش في خصم ما اخطاش في لعيبته يعني مثلا انا في وقت موسيماني كنت انا فرقه كبيره انا فرقه كبيره برشلونه لما وقعت شويه أه. ما جاش حد قال احنا هنرجع مرعبين زي الاول انا انا طول عمري انا عارف انا مقامي ايه مش معنى ان انا نزلت شهرين ثلاثه يبقى الاهلي في طيب. لا الاهلي راجع وراجع بقوه وراجع بس النادي الاهلي بقالوا 100 وشويه سنه اوعى في تفتكر ما فيش كبوات حصلت زي دي احنا في سنه من السنين مونفرير لا قبل مفرير. في مونفرير ايامنا احنا كان كنا المركز ال 14 او 13 مع م. مايكل ايفرت كان لنا كده شويه وختمنا رابع يعني بس كانت فكره انتقاليه ورجعنا خدنا الدوري ثلاث سنين بعد كده ده الناس ما تقلقش بس بلاش عند و ونبص لصالح النادي فعلا عند من مين؟ من الاداره آه ما هو انا بقول لك قطاع الكرة كله لا في حاجه في عملوا اللي عليهم آه دخل ناس جديده ابناء النادي الاهلي كتير بره وشغالين وناجحين انا انا قلتها كتير مم. والناس مش قادره للناس دي احتراما للنادي الاهلي واحتراما للكابتن الخطيب يا كريم ما حدش بيقدر يتكلم فانا بقول له لا قطاعات الناشئين لازم تدخل اسامي كبيره وتديهم زي ما بياخد بره اديله هو بياخد بره ليه علشان ابن النادي انت جايب مدير مدرب حراس مرمى بتديله مبلغ كبير جايب مدير فني تشيكي بتديله مبلغ كبير وانت عندك عناصر نجحت فرق بره كتير، مم. لا دخلها. مم. عندك عناصر تشتغل مدير كوره محترمين، دوافع جديده ده مش فشل لسيد، سيد مم. نجح بقاله سبعة ثمان سنين، مم. بس الفتره دي مشدود وعصبي ويوي وي. اركن شويه، سنه اتنين وارجع تاني انت لسه صغير. مم. لجنه الكوره مع الاحترام ليها بتاع التعاقدات امير تبقى. لا الناس دي لازم يخش معاهم ناس، مم. لازم عيون ثانيه. في حاجات كتيره يا كتير. كابتن اتمنى. هيرجع النادي عايز كلامكم قبل ما نختم مع بعض الفقره بتاعتنا عن بيراميدز عشان نديله حقه برضه فريق بينافس يعني. بيراميدز لما تبص على التشكيله كابتن امير السكواد بتاع بيراميدز تحس انه اجمد اجمد سكواد في الدوري طبعا اه طبعا انت اللي بره ال 18 يلعبوا اهلي وزمالك مستريح. أه. انت النهارده فخري لقاي بره فرود منتخب جنوب افريقيا بره ال 18. أه. محمد وادي فرود منتخب فلسطين ولعيب بقاله فتره بيلعب في الدوري مباراه 18 ابراهيم عادل ابراهيم عادل لا فرقه بانيه سكواد جامد جدا لكن ممكن نقول السنه دي في اختلاف شويه عن الفترات اللي فاتت مم. الاختلاف اللي هو اللي ممكن يكونوا حسوا اللي هم ممكن ياخدوا بطوله بس كده دي اللي دي اللي ممكن فرقة السنه دي مع بعض هما هم طولوا شويه هم طولوا شويه لكن أوه. تحس إن هم النهارده فرقه من اول انا اتفرجت على ماتش النهارده من اول دقيقه مركزين ها. مركزين في ثقه وهجيب الجون الاول وهجيب الثاني وهجيب الثالث يعني خلي بالك النهارده انا انا بشفق على نادي الاسماعيلي ومع احترامي للعيبه في نادي الاسماعيلي كلهم لعيبه كبار بس بص هنا السكواد عامل ازاي وبص هنا السكواد عامل بص التغيرات هنا مين اللي نازل وبص هنا مين اللي نازل طبعا فالكره الوقت زي ما بقول لك بيراميدز عنده ياخد دوري انا في وجهه نظري مش هلاقي فرصه احسن من كده ماتش الزمالك وبيراميدز هو اللي هيحدد شكل الدوري عامه بين الزمالك وبيراميدز والاهلي ماتش الزمالك وبيراميدز آه. ده اللي انا شايف ممكن نقول الدوري راح فين لكن حسم بدل لا الماتشات في ماتشات صعبه جدا صح. يعني في بيراميدز عنده لسه المحله في المحله الزمالك لسه عنده ماتش جاي فيوتشر آه. الاهلي مش عارف لا الدوري صعب لكن كل ما بتكسب يا كريم المنافس اللي معاك الماتش ده بستة بونت آه. فبيديك بقى ايه دفعك يعني انا انا في وجهه نظري لو الزمالك او بيراميدز اللي هيكسب منهم أكيد هيديك دفع الخمس ماتشات ولا ست آه. ماتشات، أنا خلاص أنا بقرب أنا هجيب هاخد البطولة خلاص، فهنزل زي ما بيقولوا قاتل مقتول في الملعب. هو المرة دي لكن بيراميدز كسكواد أجمد آه. أجمد سكواد في, أجمد في, في إيه؟ هو بيراميدز السنة دي مختلف لأنه مكمل، أنا كل سنة بالدور التاني أول ما يبتدي بيبعد هو عن المنافسة، المرة دي فاضل 8-9 ماتشات وقريب مم. زي ما أمير قال لك لو صدقوا نفسيهم مش هيلاقوا فرصة زي دي. <applause> الاهلي سيء والزمالك ما عندوش سكواد زيك انت لو ماتشك معاه عرفت ومفروض البطل هو اللي بيكسب زي ما انت كسبت النادي الاهلي فانت جه مع الزمالك الماتش ده اللي هيحدد ولكن هل اللعيبه مصدقه؟ عنده لعيبه تصدق طبعا لان هم واخدين بطولات <applause> اه فاللعيبه دي لو اتكلمت مع اللعيبه اللي حواليها اللعيبه اللي هي زي عبد الله زي اللي خدوا بطولات وقالوا لهم لا ممكن فماتش الزمالك ده اللي هيحدد بس انا مش مش هطمن او اصدق ان بيراميدز عمل حاجه الا ما ياخد الدوري في حاجه برضو عايز اقولها ان الشناوي فارق مع بيراميدز احمد احمد, أحمد الشناوي يعني انا بتمنى فعلا ده موهبه الماتشات اللي بيلعبها كابتن لا تحس ان في <سؤال> هو كده اه لا في ثبات ب... في ثبات حتى في يعني تحس ان النهارده برده بيت... لا تحس اللي, اللي ادى قوه لخط الدفاع اه ادى قوه لبيراميدز في خط الدفاع وجود احمد الشناوي بصراحه اللي راجل حارس مرمى كويس اتمنى له بقى الاستمراريه اللي فعلا انا في وجهه نظري اكتر حارس مرمى موهوب في مصر واكتر حارس مرمى في مصر مؤثر في حق نفسه ف... فاتمنى له التوفيق زي ما بقول لك لكن ممكن الناس تبص النهارده على توريه وتبص على رمضان وتبص على عبد الله لكن انا شايف احمد الشناوي من ساعه ما لعب لا بيراميدز برضو حتى دفاعه تحس ان ال... ما بيستقبلش اهداف كتير في ثبات شويه في تحسن في الاداء الدفاعي فانا شايف ان الشناوي برضو اضافه للبيراميدز الفتره الاخيره. كابتن امين شرفت ونورت. ربنا يخليك كريم. كابتن عبد الجيل كالعاده واستمتع جدا. شكراً شكراً, شكرا 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 جزيلا, جزيلاً. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل امير عبد الحليم وفاروق عصام هنتكلم معاهم في كثير من الامور الفنيه خليكم معانا. بطلت الجمله دي بقى لي فتره عشان هو بقى له كتير ما طلعش معايا بس بسوي مره اخرى هذه الفقره المحببه دائما الى قلبي مع امير عبد الحليم وفاروق عصام امير مشرف ومنور الشرف لي يا كيم الجمله الجمله وحشتني والله صح اه لما بفتقدها وبقى انت فين يا اخي انت فين بقيت لي كل ده السفر عيد الميلاد وانت بتسافر ما بسافرش ليه كده انت بتسافر ما في ناس بتسافر ما في ناس بتسافر ايه بتسافر وبتنزل بحر وكده ما بسافرش ليه كده لو يعني خايف على صحتك دلوقتي لا اصل انا عارف انت يعني الدوري المصري مقعدك اجباري في ايوه طبعا بس الدوري المصري وصلنا الاول راح حفر وزكري ازيك يا كريم اخبارك ايه مبسوط دايما معاك وانا كمان الدوري علمنا انه مفيش راحات لا للعيبه ولا اللي بيشتغلوا في الكوره خلاص احنا مش كلنا مش بنرتاحش اه صعب تصدق فعلا ان حالي احسن من عمرو السوليه ومجدي قفشه هو امير يعني دلوقتي عمرو السوليه ومجدي قفشه بيتفرجوا عليك يقولوا له فاهم عادين عاملين كده راجل مثلا باخد ملايين وقاعد مبسوط وبتاع مش عارف اتفسح هو الراجل عمال يتفسح عامل يا الحمد لله كريم انت اخبارك ايه رايك الاول بشكل عام في اللي بيحصل في الدوري السنه تحديدا في المنافسه على الصداره عشان انا كنت بقول النهارده انا مبسوط في كده ثلاث فرق وثلاث فرق قريبين من بعض في النقط بيتنافسوا علي الدوري ده في حد ذاته بالنسبة لنا جميع الناس اللي بتحب الكورة حالة حلوة النهارده وانا بتفرج على الماتشات عمال اقول والله كويس بقى يعني عندنا ثلاث فرق بينافسوا على الدوري السنه اللي فاتت كان عندنا الاهلي والزمالك السنين بقى اللي قبلها كان كلها الاهلي بس. <applause> فالسنه دي والسنه اللي فاتت حاله ما تعودناش عليه او ما كانتش موجوده في الدوري يمكن من 2014 2015 <applause> والسنه دي في بيراميدز داخل بتقله <applause> واحنا يا كريم على مدار الموسم الحلقات اللي احنا كنا فيها مع بعض كنا بنقول ان السنه دي بيراميدز مختلف حتى <applause> مع كابتن ايهاب جلال كان مختلف وجه تاكي بيكمل شغل كابتن ايهاب جلال فكويس ان احنا عندنا الحجم ده من التنافس وان الدوري هيفضل سخن لحد الاسابيع الاخيره وان او لحد الجوله حتى الاخيره وان الثلاث فرق اكيد لسه هيوقعوا نقط في الماتشات الجايه فده هيزود من الاثاره وان انت كل ماتش ما تبقاش عارف او كل جوله مش هتبقى عارف ايه الدنيا النهارده مثلا الاهلي لحد ما يجي الحل من كره ثابته مش عارف هل الاهلي هيضيع نقط تاني النهارده ولا هيكسب الزمالك برضه انت داخل من غير بن شرقي اول ماتش وفي اوناجم مش موجود وامام عاشور موقوف في غيابات على القايمه اصلا اللي مليانه غيابات فانت مش عارف برضه الدنيا هتبقى عامله ازاي وخصوصا ان الزمالك معروف انه بيوقع نقاط بعض الفرحه أيوة معروف أيوة ف... ف... فالنهارده فريره مش بس بيتعامل مع الغيابات ده بيتعامل مم. مع حاله معنويه احيانا كانت بتيجي بالسلب على الزمالك بيراميدز برمز الخساره من الاهلي في ربع نهائي الكاس بتاع السنه اللي فاتت وبعد كده التعادل مع طلاء الجيش الناس قالت لك لا بقى ده تاكي جونيوس ده ده راجل ارزقي وابتدى الكلام تاني بتاع ان ان هو بس واخد صيت وأنه هو كان بيلعب مع وادي دجله حاجه غير فريق ينافس على البطوله حاجه ثانيه لكن بيكسب الاهلي ورجعوا جلال وده مش هينفع ياخد دوري ولازم جلال يرجع وهكذا خد بالك ماتش الاسماعيلي ده دا هم دايما بيروحوا يخسروه <applause> يعني ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه برمز بيروح يخسره حتى كمان الفرقه الجباره اللي كانت في اول موسم ليها راحت صح. خسرت من الاسماعيلي في اسماعيليه فالنهارده هو بيكسب 4-0 مع الرافه لانه مضيع مم. فده معناه ان الفرقه فعلا واقفه على رجليها بشكل كويس جدا وناويه ولما تيجي تتفرج على الثمان ماتشات المتبقيه للزمالك والثمان ماتشات اللي متبقيه لبيراميدز هتلاقي ان الثمان ماتشات المتبقين لبيراميدز على الورق اسهل مم. يعني البيراميدز عنده يمكن اصعب ماتش اللي هو ماتش الزمالك صح. لكن الزمالك بقى لسه عنده فيوتشر وعنده بيراميدز وعنده المصري وعنده الاتحاد وعنده فاركو ف الزمالك مشواره صعب بيراميدز مع انا كمان كنت سامع كابتن امير عزمي مجاهد بيتكلم عن ان النهارده بيراميدز بيريح لعيبه ف... فلا القايمه كمان فيها عمق قائمه أيوة. الزمالك ما فيهاش عمق قائمة الأهلي كمان ما كده لا قائمة الأهلي الله يكون في عون ورش بما إن أمير قال كل حاجة أيوه احنا كنا بنروح أنا أسف يا جماعة انت عارف الحلقة بتاعت الماتش أنا في نقطة واحدة بس حابب أضيفها أنت يمكن اتكلمت عليها في الفقرة الأولى وأنا قاعد بره شفتك بتتكلم عليها الأخطاء التحكيمية أيوه المباريات اللي جاية دي لا تتحمل أخطاء تحكيمية الله ينور عليك احنا بنتكلم نقطة واحدة في المنافسة ما بين ثلاثي هتاثر بشكل كبير جدا على اللي هيتوج باللقب صح. مش عايزين سيناريو مباراه النادي الاهلي النهارده يحصل تاني أخطأ... عارف معلش انا اسف انا بقطعك هيجي حد يقول لك ما الاخطاء التحكيميه وارده يا سيدي هي وارده بس يعني ما يبقاش فيه فار يعني, يعني ما هو الاخطاء التحكيميه فعلا الحكم حكم الساحه ممكن ما يشوفش لقطه بس هما الفار بيعمل ايه فانت ما ينفعش الفار يندهلك وتبص على اللقطه وتحسبها غلط يبقى في عندك مشكله يعني عندك لا مشكله و... في الاساس وفي لقطات واضحه جدا آه. لا تتحمل اي شيء انا صح. لو راجل قاعد مش حكم دولي أو, او او ماليش علاقه خالص بالتحكيم وكنت قاعد النهارده بتفرج على ركله جزاء حسام حسن اللي ما اتحسبتش الركله واضحه جدا كان آه. لازم استدعي الحكم صح. يعني مش محتاجه اي حاجه وبعدين الفار احنا دخلنا الفار في الكره المصريه والاتحاد المصري كلف الفار كتير عشان اللحظات الحاسمه مظبوط احنا داخلين على جولات حاسمه لازم اعتقد ان دلوقتي فرصه للتحكيم المصري انه يثبت نفسه في الجولات المتبقية. بس احنا دايما نلوم على الانديه ونلوم على ادارات الانديه واللاعبين والمدربين ان هم بيعترضوا وبيتنرفزوا وبيتعصبوا ويعملوا لنا اجواء مشحونه انا قلت الكلام ده مش عايزينه الفتره اللي عشان نستمتع بالمنافسه دي وتبقى حلوه بس برضو احقاقا للحق يعني ما هو مش لازم يبقى فيه اخطاء مستفزه تضيع حق وبتاع يعني انت انا في فرقتي عماله تكسر لعيبه وفرقه تانية ما فيها مش عارف موقوف وفرقه تانية ما عندهاش جماهير فهي اصلا عماله تزق في فرقتها زي ما عايزه وفجاه تلاقي خطا تحكيمي ضيع لك كل احلامك مظبوط والمفترض ان يعني جلاتنبرج جه علشان كده احنا عايزين نطور عايزين ان الحكم لما ينزل ما يبقاش حاسس بالضغط بس كلاتنبرج جاي اول الموسم اللي جاي اه <applause> احنا عايز انا عايز انقذ اللي بقى تبقى من الموسم ما هو بص احنا عايزين برضو نقول للناس كلام عقلاني ايوه هل لو الحكم مثلا عنده مشكله ان هو ما يقدرش يتعامل مع الضغط هيتعالج أوه. في الثمان جولات المتبقيين اكيد لا. لا لا فعشان كده يعني النهارده بيراميدز هو بيتكلم عن ان احنا عايزين المتبقي يبقى بحكام اجانب بدايه من ماتش بيراميدز من بيرام... من ماتش الزمالك و... فده معناه ايه معناه ان الفرق مقلقه الفرق خايفه يعني فريرة آه بعد نهائي الكاس في مؤتمر الصحفي قال ايه قال والله انا شايف ان الحكم البولندي ده في حكام مصريين احسن منه وان الاهلي كان كويس والزمالك كان كويس والجمهور كان كويس بس الحكم هو اللي كان وحش فهي الفكره مش في ان ممكن فعلا يكون في حكام مصريين افضل من الحكم البولندي او افضل من حكام اجانب بيجوا لنا بس الفرق او اللعيبه بيحسوا ان انا والله ده ولا يعرفني ولا يعرفك فحتى لو غلط اكيد غلط مش مقصود صح برافو عليك تقديم بالزبط. سوء النيه بالظبط ان انا بقدم سوء ان انت قاصد إن والجمهور أنت عايز الجمهور طبع. كمان برضه بيقدم سوء النيه صح يعني برضه هاخدك لحته تانية اللي هي بتاعه التفويت ان وللاسف يعني للاسف وانا و زعلان يعني من ده ان الجمهور وصلوا الاحساس ده بسبب ناس بتطلع في التلفزيونات وبتتكلم وصحفيين مفترض ان هم ناس كبيره وعقله وبتكتب الكلام ده <applause> اللي هو بعد ماتش فيوتشر يقول لك فيوتشر اصله مفوت للاهلي وفيوتشر نفسه عالميش. بيخسر من الاسماعيلي الجوله اللي بعدها ويقول لك سموحه اصله مفو... يا جماعه طب ما هو الزمالك ده ما هو لسه كسبان نهائي الكاس مم. وهو اصلا متصدر الدوري ده غير مم. ان سموحه من بعد ماتش الاهلي بيخسر صح. ف لا لا هو في النقطه اللي انا دايما اقولها مم. انا مثلا النهارده كابتن عبد الحبيب بسيولي او كابتن علي ماهر هنا او هنا واحد زمالك واحد قلاوي ده خسر من الاهلي وده خسر من الزمالك أنا إيه اللي يخليني أحب الأهلي أو الزمالك أكتر من نفسي؟ مظبوط يعني مش عايز أبقى ناجح، م. مش عايز أبقى كسبت الأهلي والزمالك فيشاوروا عليا ويقولوا ده المدرب اللي كسب الأهلي والزمالك، صح أنا أنا وارد إن أنا أكون بحب الفرقة وهم فعلاً منتميين أو بيحبوا الفرقة دي، بس مين قال إنه يعني هيحبوا هيحبوا الفرقة دي أكتر من نفسهم؟ ما, ما هو ده, إيه ده, يعني. ده الكلام المنطقي يا كريم، آه. علشان كان بقول لك أنا بتضايق إن ناس مفترض إنها تاخد مساحات على الهوا وناس المفترض ان اقلامهم كبيره بحكم سنين شغلهم في الصحافه الرياضيه مم. يدخلوا يزرعوا في عقول الجماهير حاجات زي دي مم. اللي هو يا جماعه أنتوا مش بس بتتكلموا يعني بتشككوا في ذمم ناس وأنتوا حتى بتقولوا افكار غريبه يعني مثلا آه. احمد رمضان بيكا النهارده بيطرد هل احمد آه. رمضان بيكا من اللي احنا عارفين أنه هو راجل اهلاوي وراجل كان بيلعب في نادي الاهلي عايز يكسب الزمالك مم. يعني نعقل الناس حتى كمان والله يا كريم بقيت احس ان الناس بتبقى شايفه ده بعنيها قدامها وبسبب المزروع في دماغها ما بتصدقش عينيها أيوه. ايوه ده أمي... ده انا ف... سمعت ده سمعت, امير قال انه في تفويت فخلاص يبقى في تفويض بالظبط امير آه كده خلاص قال كلام يعني ما فيش بعده نقاش لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع دوما مع امير عبد الحليم وفاروق عصام بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا يعني اهلا بحضراتكم مره اخرى طيب السؤال اللي جاي يخص سواريش ريكاردو سواريش انطباعاتك راجل أمراته راجل اصلا ينفع يتحكم عليه دلوقتي ولا اصلا ما ينفعش في المطلق يتحكم عليه دلوقتي ينفع نحكم على جزء منه ولا ما ينفعش اصلا ولا حتى جزء منه رايك ايه طيب بص هو ريكاردو سواريش خلينا متفقين ان هو مدرب وله اسم كبير ولا هو اشتغل في الوطن العربي قبل كده ولا في افريقيا ولا في مصر ولا ضرب ولا درب فريق كبير بالظبط فهو ريسك ريسك قررت اداره الاهلي تاخده بما ان الراجل مدرب واعد مدرب بوتنشال نتائجه في البرتغال في السيزون الاخير كانت هايله بالنظر الى انه هو بيدرب فريق صغير زي جيل فيزنتي وكل التقارير اللي جايه في البرتغال ان الراجل من المدربين الواعدين في الكره البرتغاليه صح. الراجل لما جه هو جاي اوريدي اصلا في توقيت صعب، م. ليه توقيت صعب؟ علشان هو داخل ينافس على ثلاث بطولات لان الاهلي اداره وجمهورا لا تقبل خساره اي شيء بعد نهائي دوري ابطال افريقيا، فهو جاي في ريسك صعب. اللي زود صعوبته ان الاهلي خسر من سموحه في الماتش الاخير قبل ما هو ما يتولى المسؤوليه. فتولى المسؤوليه كان عنده سيمي فاينل بطوله يعني ماتش صعب ومن حظه ان هو كان ضد بتروجيت ان الاهلي يعني قدر ان هو يتخطى عقبه بيراميدز فكان سهل ان هو يلعب بتروجيت في المباراه الاولى وبعد كده ابتدت بقى الصعوبه من المباراه الثانيه اللي هي مباراه الجونه في الدوري فالراجل اتعادل فابتدا جمهور الاهلي يقول لك ايه ما هو برضه خد بالك الراجل اصله ما يعرفش وماسك ورقه وقلم وبيعرف اللعيبه من ارقامهم فاكيد ما يعرفش ايجابيات وسلبيات م. فكان عنده اسبوع قبل مباراه فيوتشر م. الراجل اكيد في الاسبوع ده مش هيحط كل حاجه يعني مش هيحط ايده بشكل كامل على الفريق، مم. بس اكيد في فكره عايز ينفذها، صح. صح. انت يعني مثلا انت لو اترقيت في مهمتك وبقيت مدير مم. مش هتحط بقى هتحقق تارجتس الشركه من اول اسبوع، بس في على الاقل لمسات مم. هتحط مثلا نظام للموظفين، هتحط لائحه جزاءات وعقوبات، فالراجل في اسبوع عمل فكرة اللي هو بيلعب إزاي مع جيل فيزنتي اللي هو عنده صنع الألعاب بيضم شوية مع المهاجم اللي هو في الحالة دي كان قفشه مع حسام حسن إن عنده سرعة السردات كورة عنده ضغط عالي فظهر الأهلي بشكل كويس جدا ضد فيوتشر وواجهه إن فيوتشر خلاص حقق أهدافه من الموسم وإن كابتن علي ماهر ما يعرفش مين الراجل ده فما ذاكروش فما أي حاجة عنه وفيوتشر طبعا نشوة الفوز بكاس الرابطة فحقق فوز كبير فإيه؟ فزادت الطموحات والأحلام شا. ضد بيراميدز نزل بنفس التشكيل لأنه هو معندوش رفاهيه إن أنا أدرس بيراميدز أنا لسه ما أعرفش لعبتي أنا لسه أعرفش كل واحد فيهم إيه إيجابياته وإيه سلبياته وبيلعب فين واسمه إيه حتى إنما بيراميدز كان عنده وقت ان هو يعرف السوارش اتفرج على ماتش فيوتشر كذا مره وعرف طريقه لعبه فراجل فتاكي جونياس راح منزل وليد الكارتي قال له انت مع قفشه ما يتحركش من مكانه فحرق الفكره بتاعت قفشه وحسام حسن وابتدى بيراميدز ان هو يلعب على المشكلة الباكين اللي في الاهلي محمد هاني كان غايب فكريم فؤاد اتعمل عليه جبهه قويه من رمضان صبحي وعبد الله السعيد وعلي معلول اتسبب في جولين لبيراميدز ده حرق فكره الراجل الاولى فطبعا بقى هنا في مرحله شك في الاهلي شك في الراجل شك في اللعيبة شك في اختيار أصلا الراجل من الأساس هل هو مناسب ولا لا طبعا دخول الأهلي مرحلة الشك دي مع خسارة النهائي الكاس بيخليه يرجع لنقطة السفر نقطة الصفر دي شفناها النهاردة ضد الجونة إن خلاص بقى الأهلي مش بيلعب بطريقة لعب الراجل لا الأهلي بقى يلعب بالبيزك إحنا يا معلم هنلعب 3-4-3 اللي كنا بنلعب بيها قبل ما أنت ما تيجي وعايزين نلم نقط خلاص مفيش مجال إن احنا نقعد نجرب ونخسر وإنت ما عندكش ده فهل ردا بقى على سؤالك هل يتحكم على الراجل اذا كان كويس ولا وحش انت بتحكم على واحد عنده مشاكل بدنيه عنده اصابات وكمان عنده ضغط ماتشات كبير جدا يخليه ما يطلعش افكار فلا م. اجل كل ده بقى لنهايه الموسم عارف انك نفسك تقول حاجات كتير عن سؤال اه طبعا نفسك طبعا <applause> 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 انا عايز اخش على فيري على طول عشان ما عنديش وقت بس انا هسيبك تطلع طاقه بره <applause> لا انا انا نقطه واحده آه. هتكلم فرح. عليها في سواريش ان هو مدرب مش متحجر آه. ده خلاص اتاكدنا من الموضوع ده ان هو يعني مدرب لو الظروف حكمت ان هو يغير اسلوب لعبه وافكاره هيغير اسلوب لعبه وافكاره شفنا ما بين الشوطين في مباراه الزمالك ازاي غير طريقه اللعب ان هي تبقى 3 4 3 ولقى ان الموضوع ايجابي جدا مع لعيبه النادي الاهلي فكان منطقي في المباراه اللي بعديها ان هو يلعب 3 4 3 هو حتى فسر الموضوع ده في المؤتمر الصحفي انا كنت متحمس اشوف هو ليه غير طريقه اللعب ضد قال حاجتين، قال الظروف اللي عندي ما تسمحش ان انا العب بطريقه لعبي لان انا عندي عدد المدافعين اكبر من عدد اللعيبه الهجوميه، لو بصينا النهارده هنلاقي وليد سليمان وصلاح محسن يمكن هم الحلول اللي موجوده بس على الدكه مع النادي الاهلي، الحاجه التانية اللي مهمه جدا ان هو قال انا لسه ما النادي الاهلي <applause> ودي نقطه لازم نتكلم فيها ان الراجل جه في ضغط مباريات احنا بنتكلم ان انت بتخلص المباراه ما تقدرش بعديها في التدريبات ان انت تفهم جمل تشرح اي حاجه انت يا دوبك عقبال ما بتخلص تدريبات الاستشفائيه بتيجي تلعب المباراه اللي بعدها، فهو الراجل اتكلم ان انا ما عنديش وقت ان انا ادخل افكاري او اغير حاجه في النادي الاهلي تكتيكيا يعني عشان كده هو بيلعب دلوقتي زي ما قال امير في البسيط و... واعتقد ان هو هيكمل الدوري كله بنفس الشكل ده. فريره رايك في فريره النهارده اتكلم بعد الماتش وقال انا بشكر لعيبتي ان هي لعبت بذكاء وهو ده بيلخص الزمالك مع فريره، الذكاء. اعتقد ان لعيبه الزمالك حاليا تشبعت تماما من افكار فريرا وخبراته فريرا لما جه الزمالك لعب على نقطتين طيب مهمين جدا اولا ان انا احفظ اللعيبه ادوارها في الملعب ان انا عرف اعرف كل لاعب في مركزه هو مطلوب منه ايه وده كان مهم جدا واعتقد ان لعيبه الزمالك دلوقتي بتلعب بشكل جيد جدا كل لاعب بيلعب على قد قدراته واعتقد ان هو يا بخت اي لاعب بيلعب تحت اشراف فريرا ليه لان فريرا من خبراته يقدر يغير اي لاعب او يطور اي لاعب شفنا النهارده حسام عبد المجيد قالوا كذا فتره اعتقد أنه هو بدا يكسب خبرات وبدا يظهر بشكل جيد جدا والنهارده فرير على الخط يمكن كان في اتفاق ما بينه وما بين حسام ان هو كان الاول حسام اول قرار عنده الكور العاليه والتشتيت النهارده حسام بياخد الكوره بيقطعها بيبدا لعب من الخلف وبيعمل باص فرير على الخط بيسقف له نفس نفس الموضوع بالنسبه للجزيري الجزيري في مباراه الاهلي شفنا في الهدف الاول ازاي يتحرك ورا الباك ويمكن دي لعبه بيلعب عليها الزمالك على طول انه يقدم بن شرقي وزيزو ويسحب الباكين معاهم ويحط الجزيري وراهم ويلعب له في المساحات شو لو لو رجعنا النهارده للهدف الهدف الجزيري ضد ضد سموحه هنلاقي نسخه مكرره من هدفه او انطلاقته في مباراه الاهلي خلف الباك واعتقد ده كله شغل شغل واضح جدا لفريرا مع زمان <تصفح> <تصفح> انت بقى اسالك تحديدا على احمد سيد زيزو رايك <تصفح> ده افضل جناح في الدوري المصري وده المثال والنموذج اللي المفترض الفرق الكبيره تبص له لما تبقى عايزه تنافس على البطولات بص مانشستر سيتي خد الدوري السنه اللي فاتت من غير مهاجم صريح اه افضل جناح افضل لاعب لا هو افضل لاعب ده منطقي مم. بس انا ليه حددت افضل جناح؟ علشان الجناح دلوقتي مهمته ان هو بيسجل اهداف وبيصنع. مم. انما اللي احنا بنشوفه حاليا ان لا هو الخاصيه دي دلوقتي موجوده عند زيزو بس مم. يعني في الدوري المصري الاوبشن ده موجود عند زيزو بس. زيزو بيسجل في الاهلي براسه والنهارده من مهاره فرديه بيسجل في سموحه وقبلها كان في كوره ثابته بيحاول ان هو يسجل منها وحظه كان وحش وجت في العرض. ف زيزو بيستغل كل مساحة علشان يسجل كل طريقة علشان يسجل مع إيه بقى؟ ضد المقاولين الزمالك كان سيء جدا فايه الحل؟ الحل عند زيزو مش بانه هو يسجل لا من انه ركنيه على راس حسام عبد المجيد، ضد غزل المحله الزمالك سيء فالحل من ركنيه من زيزو على راس اشرف بن شرقي، فالراجل بيدي كل الحلول للزمالك مع قدرات بدنيه ممتازه بيلعب ضد الاهلي ويسجل فيه يوم الخميس ويوم الاحد بيلعب ماتش هايل جدا ضد سموحه ويسجل. انا عايز اسالكم سؤال يعني اسمح لنا انا اطرح أطر؟ بقى السؤال المره دي بخصوص زيزو احنا زيزو هل في فورمته العاليه دي استفدنا, في استفدنا مصري؟ أو أردنا ولا تاني؟ كان فيه استفدنا بيه من المنتخب المصري او ارد ولا ترد انت كان في تفضيل <applause> كان في <طفديل> تفضيل للعيبه تانية على زيزو كان زيزو دايما لاعب بديل اعتقد ان احنا يعني الفتره اللي فاتت دي كان لازم نستفيد بزيزو اكتر مع المنتخب طيب طب حلو هي دي الاجابه اللطيفه يعني مم. انا مش شايف انه زيزو اثر مع المنتخب لا كنت طبعا ما يكونش خد المساحه ما خدش الفرصه المساحة. ولو حتى خد مساحه وما ما عملش حاجات ابداعيه عظيمه عبقريه فده ان حاله المنتخب نفسه كله هجوميا تحديدا ما كانتش حاله جيده او جاية. لانه سيء الحظ ان هو موجود في مع في محمد صلاح بالظبط بس يعني. كان ممكن يلعب على الجناح الثاني يعني انا في كل الاحوال اقصد انه زيزو لا يلام عشان الناس كتير النهارده كانت بتقول لك ايه انتوا عاملين تشيدوا بزيزو, بزيزو بزيزو هو عمل ايه المنتخب مصر طبعًا. هو اولا لسه ما لحقش يعمل مع منتخب مصر هو يعني حتى مشاركاته الدوليه ممكن محمد صلاح ايه في على محمد صلاح صح ايه ده يعني المنتخب مصر بالضبط اه يعني انت انت متخيل بيقولوا محمد صلاح عمل ايه المنتخب مصر فعايز الغلبان اللي هو يعني كان لما بياخد فرصه بينزل كبديل في نص الملعب كمان يا حتى على الجناح بس اول حاجه روي فيتوريا لازم يعملها زيزو يبقى اساسي حتى لو محمد لو صلاح حتى لو لاعب بيلعب في البوندس ليجا مع احترامي للبوندس ليجا لكن انا مش عشان زيزو بيلعب أوه. في الدوري المصري أوه. يبقى لاعب بديل لازم زيزو يبقى اساسي الفتره الجايه نشوف وممكن يبقى عمر مرموش يتعلق أو ممكن زيزو ما يحبش إنه يلعب على الشمال أو إن... أو إن زيزو لا قدر الله يهبط مستواه ومرموش يبقى هو العادي يعني أقصد وقتها بقى هي وزروف بس نديله الفرصة بس طبعا يستحق هو رقم واحد 100% طبعا فاروق أنت نورت وشرفتك العامة شكر. شكرا جزيلا شكرا جزيلا شرفت ونورت حبيب. شكرا يا كريم وشكرا لفاروق شكرا يا كريم دي كان حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا أشوفكم يا رب على ألف خير